كنظن كانت صعيبه بحكم اننا عندنا ما نخسروا. ملي كتكون عندك ما تخسر الضغط كيكون، ولا سيما اننا من الدوره الاولى وحنا في الصف الاول، فكان علينا ضغط وحسيت ان اللاعبين واحد الوقت ما بقاوش كيلعبوا من الامكانيات ديالهم كلها. كاين لاعبين اللي العام ديال عدم لعب الامكانيات كلها خاصه فهاد نقولوا ثلاثه او اربع دورات الاخيره، واش كيرجع بالدرجه ولا كنعرفوا العامل الضغط، لكن حتى ديك الضغط فيه ضغط الجمهور، ضغط فيها صناف كذلك. ملي كتمضي مع فريق من حجم الرجاء الا كتلعب القاب، الالقاب كيلعبوا من فروق اللي عندهم قاعده جماهيريه كبيره، دونك كيكون ضغط نتائج، ضغط جمهور، ضغط صحافه، ضغط ستاف تكنيك، كل شيء عليه الضغط باش يمكن ليه يدير نتيجه. فما يمكنش تجي تمضي مع فريق الرجاء باش تنشط البطوله، كتجي باش تحرز على الالقاب. ومن الوهله الاولى الوقت اللي انتدبنا اللاعبين، من ثم كل شيء رشح فريق الرجاء كبطل المغرب وغادي يحصد كاع اللي قدامه. فذاك الشيء اللي حصل الحمد لله، كأس العرش وانتهينا بالبطوله. الخصم العنيد اللي كان معنا هو فريق الجيش الملكي اللي لعب معنا النهايه كأس العرش، وكان خصم عنيد ودار بطوله في المستوى حتى الاخر لافون ديغ جوني، دونك ما كانش بالسهل على اللاعبين، ولا سيما كاين واحد 40 ولا 50% ديال اللاعبين جدد اللي يلاه تيتسنسوا مع الاجواء ديال الدار البيضاء ومع الضغط ديال الجمهور. فكانت في الاخير المطاف كان شويه صعب، ولكن بذكاء رغم هذا هو الفرق ما بين فريق وفريق، هو الوقت اللي كتمر مرحله فراغ اولا بشك ولكن نعم. كتقلب نتيجة. مرحلة الفراغ والشك غادي يرجعوا للحديث عنها، نبقاو في نفس النطاق لكن من جانب اللاعب. اللاعب في هذه الدورات الأخيرة يمكن تكلموا على فريق الرجاء خد المقدمة منذ البداية، لكن شفنا فريق الرجاء في الدورات الأخيرة كيف قال تسي محمد كاين ضغط. أنتم كلاعبين كيفاش شفتي الأجواء ديال العناصر فريق الرجاء كلاعبين في هذه الدورات الأخيرة؟ كيفاش كانت الأجواء بين اللاعبين؟ كيفاش كان التواصل؟ كيفاش كان التعامل مع الظروف؟ اولا باسمي وباسم جميع اللاعبين تنهني جميع اللاعبين بهذه البطوله الوطنيه اللي حرزنا عليها. فكما ذكرتي وشرتي الاخ يسرف في السؤال ديالك، فسيرتو في المقابله الاخيره ديال البطوله كيكون واحد الضغط، واحد التركيز كبير وعالي. فاي لاعب وكيفكر خصو ياخذ البطوله وخصو يوجد الحوايج اللي باش نهايه السرعه. فكما ذكرتي وشرتي فالمقابلات الاخيره كانوا علينا ضغط كبير، ولكن الحمد لله بجهد الستاف ولا بجهد العامل الفريق واللاعبين كان واحد التواصل، كان واحد الروح سيرتو في التدريب. الحمد لله كنا يوميا كنا كنتجمعوا في التدريب وكنتكلموا مع اللاعبين باش نكونوا ان شاء الله نهايه البطوله نكونوا شامبيون. وهذا الشيء اللي الحمد لله ما خيبناش ربي. وبهذه المناسبه تهنئ جميع اللاعبين اللي كانوا بكل صراحه كانوا يعني على مستوى عالي. اذا كان الضغط لدى المدرب لدى اللاعبين الجمهور كذلك، فدور هالجهه اللي هنا اللي هي بودريقه وكذلك سي صلاح الدين بصير هو امتصاص هذا الضغط، امتصاص هذا الضغط في ظرفيه كتبقى مهمه. نشوفوا سي بودريقه كيفاش عايشتي هاد الحاله في الدورات الاخيره ديال فريق الرجاء، واخا غيكون تنتع عليك الضغط لكن غير ما خصوش يكون باين على اللاعبين، ولكن طريقه امتصاص هذا الضغط من اللاعبين ومن الطاقم التقني في الدورات الاخيره. فهي ما كاينش طريقه لامتصاص الضغط، ولكن كل ما هنالك انه خصو يكون التركيز حاضر في جميع المناسبات. فالحمد لله كان التركيز عند اللاعبين وعند الطاقم التقني وجا المنال اللي هو الفوز باللقب. لا بريسيون كانت حتى على المسير، لان المسير حتى هو بشر، ما يمكنش نقولوا بانه ما عليهش ضغط. كما تنقولوا غير حنا كان لنا الضغط من الوله الاولى، كانوا انتدابات، كان استعداد، والكل كيتسنى النتيجه ديال هاد شنو غادي يوقع. يعني لو كان اي فريق اخر فاز باللقب فكنظن الكل كان غيتكلم على كارثه ويتكلم على مسائل اخرى. فالحمد لله كنتي كدير القراءه المنتظره للحالتين؟ لا ماشي القراءه المنتظره، كل ما ان الجميع كان كيتسنى شنو النهايه ديال هذا المشروع اللي كان فيه استعداد وكان فيه الانتدابات وكان فيه التركيز كما تنقولوا من البدايه حتى الاول حتى الاخير، واش غيتم التتويج ولا ما غيتمش. فهذه المسائل كلها فكانت الضغط،
ولكن الحمد لله ربي ما خيبناش. صلاح لاعب دولي سابق، ما نتكلموش على الضغط لان عايشتي فترات كبيره، عايشتي على مستوى كاس العالم في المنتخب الوطني المغربي، لكن دور من نوع اخر في التتويج ديال فريق الرجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. بطبيعه الحال ما ننساش انه بغيت نهنئ جميع اللعابه بالتتويج ديالهم بهذا اللقب. هذا الشرف كبير ليا كلاعب سابق وكمسير، وفي نفس الوقت كنهني جميع مكونات الاسره الرجويه الصغيره من طاقم تقني طبي اداري ومكتب مسير. وانا ننسى كذلك غير نهديو هذا اللقب للجمهور الكبير اللي ساندنا ودعمنا طيله الموسم ديالنا الكروي. بطبيعه الحال نكون صادق معك، رغم انه لعبت ماتشات كثيره وكان عليا ضغط، فكان عليا ضغط كثير لا سيما انه كنعرف العقليه ديال اللعابه كيفاش حسوا في الدورات الاخيره، لان واحد الوقيته تسرب الشك لبعض اللاعبين وحنا حسينا بهم، ولكن كدوري عند التجربه ما خصنيش نبين لهم بانه راه البطوله غتضيع منا. لا، حنا كنثيقوا في اللعابه ديالنا، في الامكانات ديالهم، القدرات ديالهم، في الطاقم ديالهم التقني، في الطاقم ديالهم معين، الا كندعموا ما كنبينوش داك الخوف ديالنا اولا داك الضغط. علاش؟ لان كنت كنعيش مع اللعابه كطرف كلاعب، وكنعيش مع المسير كخارج المنظومه ديال الطاقم التقني، وكذلك مع المنخرطين. دونك فالحمد لله بعد العناء والجهد الكبير اللي قاموا به اللعابه، فالله سبحانه وتعالى نصفنا وكنا عند حسن الظن ديال الجمهور ديالنا، فيمكن لنا ان نكونوا فخورين اليوم بهذا التتويج ديال اللقبين خلال هذا الموسم الكروي. سي حسن البصري، الزاويه الاعلاميه كذلك في منظور تتويج الرجاء، والنقطه الثانيه اللي يمكن ننتقلوا لها هي شنو اللي حسم الصراع بين الرجاء وكذلك الجيش الملكي وباقي الانديه في حسم الدوري المغربي؟ كنذكر انه في اول ندوه صحفيه عقدها السي محمد فخير وحضور السيد الرئيس واللاعبين، كان قال فخير قال بانه هو اللي كيتحمل المسؤوليه الكامله والمطلقه ديال هذا الرهان اللي دخلوا. الى نجحت الرجاء وتحقق الهدف راه الفضل كيرجع للاعبين، والى ما توفقش راه هو المسؤول. هذا كلام قاله محمد فخير، اعتقد انه في اول ندوه صحفيه مباشره. محمد فخير كيختلف على بقيه المدربين ديال البطوله الوطنيه في الانتدابات، لانه هو اللي دار الانتدابات ماشي غير ديال اللاعبين، ومؤطرين وحتى ستاف ميديكال. اذا كان هو اللي وضع نفسه في محل المسؤوليه، خدم المسؤوليه الكامله في المسيرين وكذلك الجمهور. هذا كان في صالحه، وكان ايضا كاد يكون ماشي في صالحه لو ان لا قدر الله ما حصلش اللقب. الان وتحقق الرهان الاول والثاني اللي هو ما نساوش راه كاينه الزواجيه، كاين كاس العرش ايضا. الزواجيه على فكره فقط سي حسن حاضره معنا في البلاطو، حاضره معنا كاس العرش اللي فاز به فريق الرجاء هذا الموسم، وكذلك درع البطوله ديال الموسم الحالي. تفضل سي حسن. بالنسبه لهاد الازدواجيه ما يمكنش نتكلموا على كاس العرش، لان كاس العرش ما نقولوش السرعه النهائيه، ولعب فريق الرجاء لعب خمسه ديال المباريات توجها باللقب ديال كاس العرش. بالنسبه للبطوله اعتقد وهذه وجهه نظري الخاصه بان كرسي البدلاء او البوتوش ديال الرجاء كان من افضل كراسي البدلاء على المستوى البطوله الوطنيه، هو الحسن. ولكن نعم. كرسي البدلاء، ملي كنقولوا كرسي البدلاء راه كنتكلموا على ستاف ايضا اللي كاين اداري تقني طبي، حتى هو عنده ماشي غير كرسي البدلاء بوحدو. نعم. راه ممكن يكون عندك كرسي بدلاء، هما كيكونوا في كرسي البدلاء. نعم. يمكن يكون عندك كرسي بدلاء كيتكون من لاعبين كبار ولاعبين متمرسين، ولكن التوظيف ديالهم ايضا كيحتاج لواحد اللمسه ديال المدرب، كيحتاج ايضا الحضور ديال داك الاداري، حضور الطبيب، حضور المعيد البدني، مدرب الحراس، حضور الاطار الطبي كامل. اذا هادو كاملين عندهم واحد النصيب في هذا اللقب. نعم. ماشي غير الكرسي بوحدو، لان تقدر تجيب كرسي بدلاء. اذا كتشوف ان الانتدابات ديال فريق الرجاء اللي كانت منذ البدايه، وكذلك هذه الاستراتيجيه ديال العمل كانت هي الحاسمه في حسم اللقب في الصراع مع فريق الجيش الملكي. لا، ولكن بالنسبه للانتدابات، لاننا شفنا الانتدابات الاول، اللي غيشوف انتدابات غيقول الرجاء غادي تفوز البطوله في الدوره. نعم. 15 تقريبا 17 انتداب بما فيه العائدين لحضان فريق الرجاء. لان هذيك الاسماء كانت وباقى دائما اسماء وازنه، لكن تعطل الاندماج ديالهم والانسجام ديالهم تاخر. نعم. يعني لعبت الرجاء تقريبا واحد 10 ديال المباريات وديه قبل انطلاق الموسم، جات المباراه ديال الاتليتيكو دي بيلباو، قدم الرجاء واحد الاداء مبهر
اعتقد الجميع والجمهور الرجاوي خاصه بان الرجاء صافي انسجمت وما بقاش يعني باللي رفعتي السقف ديال الفرجه وديال الاداء في مباراه اتلتيكو بيلباو ما بقاش الجمهور ولا هي اللي باش كيقيس بقاش كيقبل شي اداء اقل من هذا ديال اتلتيكو بيلباو. لكن تبين من بعد بان هاد النخبه ديال اللاعبين هاد لا كريم ديال اللعابه ديال البطوله الوطنيه كاملين مازال كتنقصهم واحد كتنقصهم الانسجام. نعم. وكما قال السي محمد فاخر قال لك النبته ديال اركان ما كتنوض غير في الجنوب. نعم. يعني تقدر تجيب واحد اللعاب من واحد الفريق ما كانش عنده ضغط كان كيلعب معروفه على مستوى ولكن كيلقى فريق عنده قاعده جماهيريه وعليه ضغط اكثر ما كيلقاش ذاته، بدليل ان بعض اللاعبين اللي جابوا من الرجاء جلبهم ولكن ما لعبوش او غنناقشوا هذه الاشياء ديال اللاعبين اللي لعبوا اللي ما لعبوش كذلك، لكن بقوا دائما في مسار فريق رجاء الرياضي البيضاء. وهذه المره غنمشيو للكرونولوجيا الرجاء منذ قدوم الرئيس الجديد سي محمد بودريقه ورقم الانجاز الزميل كمال الادريسي. كنشكر كل الناس اللي ساندوني لا جمهور ولا منخرطين ولا جمعيه محبين، كنشكر الجميع ان شاء الله نكون عند حسن الظن الجميع ان شاء الله. انا كنتمنى انه ينجح لان اي رئيس كيجي للرجاء وشرف الرجاء غادي يشرف الرجاويين كلهم. هكذا صرح الوافد الجديد، وهكذا سلم عبد السلام حنات تاريخ وإرث الرجاء لشاب ذي 28 ربيعا ذات يوم تعلق قلبه بالرجاء ونصرها من المدرجات ليعتلي عرشها بين كبارها، شكل استثناء قياسا بحداثة سنه مقارنة مع رموز وحكماء صنعوا مجد الرجاء ومجد الكرة المغربية. ماشي سهله الصراحه، ماشي لعده اعتبارات، ان فريق فهو ماشي فريق صغير، فهو فريق كبير، كبير بالجمهور ديالو، كبير بالمنخرطين ديالو، بالفعاليات اللي كاينه فيه، الاستحقاقات اللي حنا كاينه. ما ان تسلم بودريقه سفينه الخضراء حتى شرع في تحديث اركان البيت الاخضر إيمانا منه بسقف الانتظارات. فاش دخلت على الفريق كاين بزاف الامور من غير المسائل الماليه، كاين حتى الفريق، حتى اللاعبين كانوا عده لاعبين كانوا في نهايه العقود ديالهم، حتى المدرب حتى هو كان في نهايه العقد ديالو، حتى هو كانت بزاف ديال الامور اللي ما كانتش سهله. كل ما هنالك فانني كنت اشتغلت وفكرت انني هاد الامور هذه حاولت نوجدها قبل ما نتولى الرئاسه، وبالفعل فكانت الامور التعاقد مع محمد فاخر اللي هو اطار وطني ومعروف في الساحه الوطنيه والرجاويه خاصه، التعاقد مع لاعبين اللي تنعرفهم على حسب الخصائص ديالهم. وما ان دارت الكره حتى حل وقت الامتحان وفيه يعز المرء او يهان. قطف الرجاء أولى الثمار الكأس الفضية، ومع هذه الكأس شد طوق اللاعبين ليواصل حصد النقاط في رحاب دور المحترفين. لكن خيبة الكأس العربية وانكسار حلمها شكلت أولى محطات الخيبة ليدب الشك في نفوس اللاعبين. استعصاء ما كان ليدوم إذا سرعان ما استفاق النسر الجريح وحلق ليهدي عشاق النسور لقب أغلى من الشهد.
هكذا طوى قطار الرجاء مساره على إيقاع الأفراح والتتويج في انتظار العالمية وحلم حكاة زمن جميل كتب ذات موسم في رحاب شواطئ البرازيل. وعودة الدفء لمدرجات ملعب مورومبي. سي البصري بعد ما شفنا الكرونولوجيا ديال فريق رجاء منذ البدايه غادي يرجعوا اصلا البدايه من اجل النقاش ونسلموا الفرصه بحضور الرئيس كذلك. فريق رجاء عايش الموسم الماضي اختلاف كبير الى قارنا بين الموسم الماضي والموسم الحالي، فمن بين الاشياء اللي اجتمع فيها الكل ان حتى القدوم ديال بودريقه فكان فيه ضخ دماء جديده للفريق، معطيات جديده، كان واحد الانتقال سلس في اخر المطاف بين الرئيس السابق سي حانات وبودريقه، وكذلك كان مجموعه من الافاق اللي تفتحت امام فريق الرجاء كوعود اللي تحقق منها مجموعه من الاشياء لحد الان واشياء اخرى غادي نسولوا السي الرئيس فيها. شنو يمكن تقول لنا على البدايه منذ الجمع العام ديال فريق الرجاء؟ اولا البدايه ما كانتش في الجمع العام ديال الرجاء، البدايه ديال السي محمد بودريقه كانت في نظري سنه قبل، لانه كان غادي يدخل الصراع على الرئاسة في سنة قبل، عاود ما دخلش، أجل هاد الرهان إلى سنة أخرى. أيضا في هاد السنة كان كيهيئ لأنه تعاقد أخلاقيا، ما نقولوش تعاقد كتابيا، تعاقد أخلاقيا مع المدرب محمد فاخر شهرين قبل ما تبدأ البطولة، إذا كان مؤمن بأنه غادي يكون على رأس فريق الرجاء البيضاوي. هاد الأمور كانت غادي تدير الرجاء من زمان لزمان، يعني الرجاء كانت كتعيش واحد الضائقه ماليه في عهد السي عبد السلام حانات، كان الجميع ينادي بمجيء كما كيقولوا مول شكاره، ولكن مول شكاره كان عنده ايضا في شكاره مشروع، هذا المشروع عرضوا علينا احنا كصحفيين في البدايه. السقف المشروع كان عالي نسبيا، كانت تخوفات من انه ما ينجحش في الرهانات ديالو. انتقال كان سلس، يعني ما كانتش احتجاجات على فريق الرجاء حتى على مستوى الجمهور العام ديالو، غير انتقال كان من كنعرفوا ان مؤخرا حتى على مستوى رئاسه الرجاء كانت مجموعه من الرؤساء اللي مروا اللي كان بين فينا الاخرى كان كيمشي وكيرجعوا، يعني هذه من النقاط اللي تحول في تاريخ الرجاء، لان الرجاء ما يسمى بالحكماء في على مستوى تسيير فريق الرجاء، لان الرجاء كان دائما اللي كيرأسها كانوا الناس على مستوى العمري على مستوى السن، كانوا ناس دي جومور، كان ايضا كان واحد الفئه هي اللي كانت تتناوب كذلك على مستوى غادي نناقشوا حتى هذه المساله على مستوى المتابعه ديال فريق الرجاء، لكن اللي شفناه هو ان رجعوا هو ان الرهانات اللي دخل بها السي محمد بودريقه، السي محمد بودريقه راهن على الالقاب، راهن على تحديث تحديث الرجاء. هنا يسال واش هذوك المشاريع اللي جا بها واش تحققت ولا ما تحققتش، لان اللقب غير جزء من المشاريع، راه ماشي اللقب هو المشروع الكبير اللي واحد لكن نرجع النقاش كذا، ماشي هو المشروع الكبير ديال بودريقه باللي جا، ماشي اللقب بوحده. كان كيتكلم على رجاء اخرى، رجاء حديثه، رجاء بامكانيات اخرى، رجاء يعني تستثمر في اسمها. لاحظنا هو ان كان التركيز، هذا هو السؤال، التركيز سي محمد بودريقه على الفريق الاول، الى درجه انك تسمى برئيس ماشي الرجاء البيضاوي ولكن رئيس فريق الاول للرجاء البيضاوي. غادي تجاوب على هذا السؤال ومن بعد غنمشيو نرجعوا معاك الكرونولوجيا منذ البدايه. تفضل سي الرئيس. بالنسبه للمشروع فما كانش فيه الفريق الاول، الدليل هو هاد لي بروجي اللي كاينين حاليا. فعلى المستوى الفريق الاول فكاين مشروع اول كما تنقولوا ديال محمد فاخر، وكاين مشروع ثاني اللي هو ديال الدكتور حسن حرمه الله، اللي هو كاين واحد المشروع اللي فيه تكوين لاعبين واعطاء الفريق واحد النكهه ديالو واحد الطابع ديالو انه يبقى عنده. لذلك فكاين مشروع ثاني، غير المشروع الثاني ما غاديش يعطي الثمار ديالو ولا اكل ديالو الا بعد واحد سنتين او ثلاث سنوات او اربع سنوات على ابعد تقدير. ما يخص هدف مزايا الكرويه
المسائل اللي مهمة واللي أنا تنحاول باش نبدأ في المشاريع ديالها ولا نكملها، فأن الفريق تكون عنده موارد مالية خاصة. أن المشكل إذا بغينا نطرحه فأي فريق، فإذا بغينا يكون دائما البطل ودائما يكون كيلعب على الألقاب، فخاصه موارد مالية خاصة، وماشي خاصه السنة الأولى عنده موارد مالية والسنة الثانية والثالثة غيعيش أزمات. لذلك فالمشروع كينبني على موارد مالية خاصة. لذلك حنا دري عدة مشاريع. اعتمدتوا على المستشارين الجدد ولا اعتمدتوا على المستشارين اللي كانوا دائما مع فريق الرجاء؟ لا، كاينين مستشارين جدد وكاين مستشارين اللي دائما مع الفريق، ولكن تنتكلم على موارد خاصة. فلي سبونسور ديال الفريق اللي تنعرفوهم، لا اللي ديال لي مايو ولا ديال اللي كيكونوا في الملعب، فهما مداخيل اللي هي غير كافية باش يكون عندها فريق بطل وفريق دائما يكون كيلعب على الألقاب. لذلك كان التفكير في مشاريع اللي تعطي واحد الموارد مالية خاصة، واللي حنا الآن في طور الإنجاز ديالها، من بينها الدراجة تي في اللي حنا الآن اللي بالنسبة لي أنا حلم، ولكن الآن هو مشروع، والمشروع الآن فهو على النهاية ديالو باش نوضعو. كاين الملعب كذلك، اللي كاين أرض اللي حنا تم توقيع الاتفاقية ما بين الجماعة ديال دار بوعزة اللي المساحة ديالها 5 هكتارات، ولكن الآن حنا في صدد باش نعرفو شنو بغينا من هاد الأرض هادي، واش مركب خاص واش مركب إضافي للنادي. فهنا كنا غادي نديروا الدراسه ونعرفوا حنا شنو اللي باغين، ولكن كما تنقول الهدف الاسمى والوحيد هو موارد خاصه وقاره للنادي باش دائما يبقى في الواجهه. اذا كتشوف التسيير هو من الاولويات، التسيير من اجل جلب اموال جديده للنادي، عدم الاعتماد على اموال القاره المعروفه اللي كتكون عند اغلب الانديه. دونك كتشوف ان اول حاجه هي التسيير العقلاني من اجل جلب اموال جديده، هذا الشيء اللي يمكن يقلع ويمكن يخلي فريق الرجاء يبقى دائما في الصداره. التسيير العقلاني هذا هو اللي كاين، والحكمه الجيده حتى هي الى اليوم نتكلموا مع اي واحد فغادي يجبد له الفريق الرجاء، غادي يجبد لك بان الفريق صرف اموال كثيره وصرف مبالغ، والفريق فحال حنا تنفرقوا في الفلوس. فالمفاجاه اللي غتكون هو في الجمع العام وفي التقرير المالي. الناس ملي غادي تشوف التقرير المالي غتلقى بان الفريق العكس عاش واحد المرحله ديال الحكمه الجيده، وان هذه المساله ديال انتدابات العاب بالمبالغ الخياليه فهذا الشيء كان غير على وسائل الاعلام صافي. نعم، غنمشيو لسي محمد فخير، كنتي طرف وجزء من المشروع الجديد ديال فريق الرجاء، كيفاش عايشتي هذا المشروع منذ اول وهله، منذ اول اتصال انك غتدخل في مشروع جديد، عايشتي فريق الرجاء مجموعه من الحقب، اليوم حقبة أخرى على مستوى فريق الرجاء، على مستوى الإدارة التسييرية، على مستوى العمل التقني كذلك، تفضل سمعنا. اللي ساعدني أكثر هو المعرفة ديالي بالرجاء، فهذه سنتين كنت مع الفريق وكنعرف جميع اللاعبين، وكنعرف المؤهلة ديال اللاعبين، وكنعرف الخصائص ديال هذا كيجعلك أنك الوقت اللي غتبغي تما بليه كتعرف اش العلاقة ديالي مع اللاعبين. وخا كانوا فرق اخرى كانت علاقه طيبه، الوقت اللي بركت مع الرئيس ودار المشروع، فالمشروع فيه اهداف، وهذوك الاهداف باش وصل لهم خاص دي كونديسيون. واش قسمتوا اهداف على المدى الطويل واهداف على المدى القصير؟ لا، لوبجيكتيف ديريكت، علاش انا نفسر لك، لوبجيكتيف الاولاني هو احراز ملي كتجيب هاد الاسماء تبارك الله وهاد اللاعبين من هاد المستوى. نعم. كتكون البطوله وجميع ما ولكن لو رول ديال لونترينور سي دو باش تقرب اللاعبين، تهيئهم وتقربهم لنتيجه ايجابيه، سي با سور بانهم غيربحوا. نعم. ولكن غنديروا بطوله قويه وغنديروا جميع الامكانيات من جهتنا باش يمكن لنا نكونوا ابطال. اللي باش يمكن ينجح في المشاريع الاخرى هذه مشروع ديال فريق حرف الف. نعم. فاذا ما نجحش فريق، وكان تجربتي مع الكره الوطنيه، اللي كتجر القطيره هي النتائج ديال الفريق الاول. فاذا نجحت انا مع اللاعبين ومع الستاف فهاد باش نخليو ان المكتب يكون هاني، غادي يمكن يتفرغ للمشاريع الاخرى. الا ما كانوش نتائج ايجابيه ف المشاريع الاخرى ما تبقاش تذكر عليهم. نعم. دونك عندنا ان دو رول، ان سي دو ساتيسفير هذاك البيبليك. نعم. ونكونوا في. نعم. لكن هاد الاشياء سي محمد كتفكر فيها اكثر لما كتوفر لك انت كمدرب ديال النادي ظروف اللي طالبتي بها،
يعني كطالب لاعبين معينين، كطالب بستاف تكنيك معين، مجموعه من الاشياء كتوفر. ملي كتقول لي هل هدف، نعم كنقول لك باش غنوصلوا ها باش غنوصلوا تم فكر داك الظروف اللي كنتي الا قلتي لي غنمشيو لمراكش نقول لك اوكي، الا على رجلينا غنديروا 15 يوم، الا مشينا في موتور غنديروا يومين، والا مشينا في سياره مزيانه غنديروا ساعتين. نعم نمشيو غنمشيو نعم بالفعل. اذا الظروف انت اللي طلبتي بها في الاول واش توفرات؟ لا الظروف توفرات، نعم هادشي اللي بغينا الامور يسر فيها ربي. الوقت اللي اتصل باللاعبين وكنعرف انا اللاعبين اسمو وما كناش بوحدنا، كانوا فرق قويه اللي كتنافس، فباش باش باش يمكن لك تعاود تجيب هاد النجوم تبارك الله اللي كلهم هنا، راه ماشي بسهل. كل لاعب كيطلب لك وقت كبير ولا جون والفريق راه سي توت ان ترافاي اللي دار شهرين قبل ما دار لاسومبلي جينيرال، والوقت اللي دارت لاسومبلي جينيرال دارت الخميس لو كات جو بونس ولا شي حاجه هكا ولا الجمعه، بعد ما كانش عنده الحق يمضي مع لاعبين كاينين لي كونترا مصاوبين الغد سات ولا وي جوار طاحوا في خطره واحده، فالناس ولا بريس يقول لك او منين جابوا هادشي، احنا ما مشيناش ان كرون سيرفاس جبناهم سي ان ترافاي اللي دار شهرين. ومن تما ملي هبطوا دوك 8 ولا 7 ديال اللاعبين وازنين من تما الحمل كبر كبر من لما هاد اللعابه اللي جاوا غادي يديو كل شيء، ومن تما ولا عندنا الحمل علينا اكثر. مي الفضل كله كيرجع لي كونديسيون سي فري برافو لو ترافاي تكنيك و تاكتيك سي برافو، مي سي لي جوور كونت يو نا با دو بون جوور كونت يو نا با اون ايكيب بحال اللي قلت لهم ان بون جوور تو في غاني ان ماتش اون ايكيب تو دون دي تيتخ. نو زافون دو بون جوور اي اون ايكيب والتعايش بعضياتهم سي با فاسيل، حيت كل واحد كيجي ورا ميكرو تيقول لك هاد الفرقه عندنا في لا 20 جورني ندور البطوله، اجي عيش معاهم شهر واحد بيناتهم كل واحد فيهم كان كيحكم في الفرقه ديالو، يمكن كان في الفريق ديالو مع المدرب كيدير لا فورماسيون، واحد الوقت ما كيلعبش، واحد الوقت كيلعب، واحد الوقت كيخرج، واحد الوقت كيدخل واحد اخر، وكان هذاك التجانس وهذاك العيشه بعضياتنا هي اللي خلات الفرق مع الفرق الاخرى. شحال من فريق جاب بزاف ديال اللاعبين وكانوا الفريق تشتت قبل من وسط السيزون، مي لا الحمد لله جوسكا بريزون ايزيتي كوريكت داو كاع لي تيتر اي سون لا اونسومبل ديسيبليني نو زافون اون فري ايكيب. سي محمد واخا هكاك راه كيفكر في الكوكب لان قال لك مراكش. تفضل سي صلاح كذلك على مستوى الحقاب ديال فريق الرجاء، كذلك عايشتي حقاب زمنيه كذلك وتاريخ بالنسبه لفريق الرجاء كلاعب، اليوم انت كمسير دخلتي في هذه المنظومه في هذا المشروع الجديد ديال التسيير ديال فريق الرجاء، هذه المره ماشي كلاعب لكن كمسير كمتابع رئيس الجهه ديال التقنيه والشباب، مسؤوليه ماشي سهله لان غنرجعوا فيما بعد في محور اخر لمناقشه حتى الفريق الامل والانجازات ديالو والمدرسه ديال فريق الرجاء، لكن شنو يمكن تقول لنا على هذه الحقبه الزمنيه ديال فريق الرجاء؟ لا غير قبل ما نجاوب انا سؤال وجيه وجهه السي حسن البصري لانه قال الاهتمام ديال الرئيس والمكتب المسير للفريق الاول، بطبيعه الحال غيكون الاهتمام على الفريق الاول لانه انتدابات والانتظارات ديال الجماهير كانت كتحتم علينا انه باش نحققوا نتائج ايجابيه الفوز بلقب او لقبين الحمد لله تيسرين، ولكن بالموازات فاحنا كنا حاطين واحد استراتيجيه على المدى المتوسط والبعيد والقارب هي اللي تكلمنا عليها ديال هذه السنه، قلنا مفروض علينا انه على الاقل نديو لقب من هذه الالقاب، ففزنا بكاس العرش والبطوله فالحمد لله يعني الهدف ديالنا على المدى القريب تسطر الحمد لله، ولكن بالموازات على المدى المتوسط والبعيد ان شاء الله احنا خدامين مع الدكتور حرمه الله في التكوين ديال ولاد المدرسه ان شاء الله اللي من واحد 5 سنوات او 4 سنوات يرجعوا الفريق الرجاء البيضاوي ذاك الكاشي ذاك الهويه ديالو ان شاء الله. نعم الرباطي قال سي محمد كذلك ملي كتجمع هاد اللاعبين مميزين من مختلف الانديه مختلف الالوان فكذلك على عاتقكم ملي كتكونوا لا في فيستير لا في لا كونسونتراسيون مجموعه من الاشياء انتم كلاعبين كطالبوا بظروف كذلك، واش شو ان هاد السنه الكرويه ديال فريق الرجاء توفرت لكم الظروف الانسجام التعامل مع محمد فخير، كيفاش عايشتوا يمكن توصف هاد الكواليس بالنسبه للجمهور اللي كيتابع هاد العدد؟ بطبيعه الحال اللي قال السي محمد بودريقه ولا السي محمد فخير ملي كتوجد اللاعبين امكانيات والظروف ملائمه فين يشتغل اللاعب فعليه الا يقدم الاضافه، فكما ذكر السي محمد فخير بان الحمد لله هاد السنه كان عندنا فريق ماشي فريق كمجموعه
بكل صراحه اللي كيتمنى اي مدرب تكون عنده في البطوله الوطنيه. رغم ذلك بان احنا جبنا ماشي انا ولا جاب السي الرئيس والسي محمد جبنا 15 لاعب، ورغم ذلك ما كانش عندنا الفرق. الحمد لله كان عندنا اونسومبل في في, في 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 التدريب ولا في الملعب ولا في لي كونسونطراسيون كان داكشي في المستوى. فهذا الشيء ما كيرجعش للمدرب ولا السي الرئيس، فكيكون واحد جوج ولا ثلاثه ديال اللعابه في الجروب عندنا في الجروب الداخل هما اللي تيكونوا حتى هما كما كنقولوا مجنبين جميع الاعمده كذلك ديال الفريق. من طبيعه الحال كيكونوا مجنبين جميع المشاكل. فهذا الشيء هذا اللي كنقول للاعبين اللي جاوا هذه السنه بكل صراحه يعني قدموا واحد الاضافه كبيره وكبيره لفريق الرجاء البيضاوي. وبهذا المنبر كنقول اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي اللي بقى هذه السنه ولا اللي بقى السنه الجايه تنتمنى ان شاء الله يكون في كاس العالم الانديه باحسن وجه اللي شفنا في التقرير ديالكم منذ لحظات. وهذا على عاتق اخر، لان في سنه 2000 كان المشاركه ديال فريق الرجاء مجموعه من الاسماء حتى وان كان ما كانش نتيجه وكانوا العزائم، لكن كان حضور كبير لا امام ريال مدريد او كورينتيانس او النصر السعودي. شي اضافه؟ اضافه سي يسري، لانه الاخوان اللاعبين تبارك الله زعما انا كنحترم كل الاحترام، لانه كان هناك احترام متبادل. لان كيف قال السي محمد فقير ماشي سهل انه تجيب لعابه كانوا كي هما السواديزون كنقولوا. تفضل. نعم قلت لك ماشي سهل انه تجيب لعابه كل واحد كان عنده الاسم ديالو في الفريق ديالو وتجيبو ويندمج لك في مده سنه. كان بعض اللعاب في بعض الاوقات كانوا بعض اللعابه كيتقلقوا بكل صدق، ولكن فاهمين بانه هادشي اللي غيبغي يسمع الجمهور يبغي يسمع الكواليس كيتقلقوا، ولكن الاحترافيه ديالهم انه اون فوا كيدخلوا للفيستير كيوليو كلشي كيدعم الفريق كلشي كيشجع. وانا كنشكرهم على هذه الروح الرياضيه والمهنيه اللي داروا طيله الموسم. نعم سي مصري، غير اضافه لهادشي اللي قالوا الاخوان، هو ان خصنا نعرفوا بان الرجاء داز بدي سوكوس فهاد الرحله ديال لان لعبات 41 مباراه رسميه بين كاس العرش وكاس العرب والبطوله. عرفات بعض المراحل ديال كما قلنا حنا ديال بعض الاضطرابات، ولكن كيفاش يمكن في الموسم القادم تفادى، لان احيانا هذيك فتره الفراغ الجمهور ما كيتفاعلت معها، خاصه واننا في داخل الرجاء، وهذا يعني سؤال تقني شويه. الجمهور اول شيء كيطالب بالنتيجه وكيطالب بالالقاب، هذا كمشروع اول طالب بالهويه ديال الرجاء. الهويه راه تكمل لها صلاح، ما تكونش مشكله نرجعوا نناقشوها كذلك. لو كاشي ديال الرجاء يبقى، لان بالنسبه للجمهور الجمهور ولا كيشعر، وماشي غير الجمهور ربما حتى الصحافه، بانه كيشعروا بان الرجاء حتى كيصرف شي واحد على باش كتخرج وتماركي وكتولي بديك الشراسه وبهذيك، يعني دائما ملي كيتسجل حيدنا شي مباريات قليله ديال تطوان وديال اكادير وديال اغلب المباريات الرجاء كتاونكيسي وكتخرج عاد باش كتلعب. هذا معطى، واش كيحتاج للمتابعه نفسيه، واش كاين شي خلل ما تقني او بدني او الناس ديال الاختصاص هما اللي غادي يجاوبوا عليه. لكن انا السؤال اللي نطرحه على السي محمد المدرقه هو علاش الجمهور الحضور الجماهيري لا يوازي هذه التتويجات، يعني هذا الموسم فترات كان تقريبا حوالي 780 مليون سنتيم مداخل الرجاء الجمهور في هذا الموسم كامل بمبارياته القويه، بمبارياته الوديه والعربيه وديال كاس العرش وديال البطوله. الجمهور ما كانش في هذاك الانتظارات ديالكم. لماذا؟ واش كان شي حاجه اللي تغضب الجمهور؟ واش ما حتى انهم نزلوا الثمن تذكره وبقى الجمهور ما كيحضرش بهذيك الكثافه، في حين ان الانديه الاخرى اللي كانت كتلعب على التيتر، الى حيدنا غير الفتح الرباطي، اغلب الانديه المغربيه اللي كتلعب على التيتر ديما التيران كيكون دير البلان. هنا هذا سؤال اخر، وسؤال ماشي باش نعرفوا الجواب، باش نعرفوا شنو هي التدابير اللي يمكن دار، خاصه وانا سمعنا بان الرجاء كان بصدد اعداد دراسه حول سبب عزوف الجماهيري، والدراسه شنو هي النتائج ديالها، واش كاين تواصل فعلي مع الجمهور، لان الجمهور لاحظنا بانه في الدوره ما قبل الاخيره كان غاضب وغاضب فعلا. نعم تفضل سي مدرق. الى رجعنا للاحصائيات والارقام غنلقاو بان ما بين السنه الماضيه وهذه السنه كاينه واحد الزياده ديال 40% ديال المداخل الملعب، مع اننا جرينا 10 مقابلات وديه في البدايه ديال السنه
وكان عندنا لقاء مهم ديال بيلباو اللي تو عطى مدخول جيد، ولكن مع ذلك في المقابله ديال البطوله ولا ديال الكاس ما كانش اقبال كبير كما كنا تنطمحوا ليه. لذلك كما كيعرف الجميع فانا درنا واحد الدراسه، والدراسه يمكن غتكون موجوده هاد الايام، غنبداو نحاولوا نديروا واحد الوصلات اعلاميه واشهاريه لكاس دابونمون ديال الفريق، نحاولوا نديروا واحد التوعيه وهذا، لان الفريق السنه الجايه محتاج للجمهور ديالو، محتاج للجميع باش تكون واحد انطلاقه جيده الموسم اللي جاي ان شاء الله. نعم، اذا تكلم سي صلاح كذلك في مساله الهويه، وهذا نقاش من نوع اخر، فالحديث عن الهويه هو ان الكل ربما شاف ان فريق الرجاء كينتصر، وبعد الفينة الاخرى كتغيب ديك الطريقه اللي كانت معروفه على فريق الرجاء على مستوى الاداء في رقعه الميدان، كاين انتصار كاين اهداف، لكن الطريقه ديال اللاعب اللي كنظن عايشها انت كذلك لاعب سي محمد، فهذاك التساؤل شنو يمكن تقولين عليه؟ الا كانت هويه كتكون اونيفو ديال فورماسيون، لان كتعرف ملي كدير نخبه من اللاعبين الممتازين في 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 فرقات الملعب، وهذه 8 شهور ولا 9 شهور ما كانوش كيعرفوا بعضياتهم، دونك خاص اون بيريود طول من طول من هذه باش يكون انسجام اكثر، فهذاك الانسجام هو اللي كيخليك انك هذيك لا كونسيرفاسيون دي بالون ديال 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 الرجاء وتمشي فيغ لافون، حيت كاينه اون كونسيرفاسيون فيها وفيها، كاين لا كونسيرفاسيون كون فيغ لافون بو ماركي دي بوت، وكاين لا كونسيرفاسيون دو تورني اون رون تاخذوا لك ماركيوها، دونك خصنا نحدوا كنلعبوا كرة القدم كاين هدف خصك فيه تسجل، واش هذه اللي كاين يلعبوا الكرة وكاين يلعبوا الكرة اون تورنو، هذه اللي خلات هو راه ماشي ما بين عشية وضحاها. نعم سي توت اون فورماسيون اي سا برون بوكو دو تون، ماشي هي سي 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 الا كانت بهاد لا فاسيليتي اي نادي يجمع لاعبين ويقول لهم هاد لعبوا بحال الرجاء ديال الستينات. نعم نمشيو لنقطة أخرى، واش هاد العامل هو اللي خلى أننا ما نشوفوش التشكيلة القارة اللي كانت عند فريق الرجاء؟ شفنا مجموعة من التغييرات كانت بالفينة والأخرى على مستوى التركيبة البشرية. الحمد لله غاصة ديما ربي عطانا مجموعة ديال اللاعبين كلهم ممتازين، علاش ما نستغلهمش كلهم؟ والاغلبيه ديال اللاعبين اللي كانوا في دكه الاحتياط هما الاغلبيه اللي قلبوا نتائج ديال المباريات وعطاونا نقاط اكثر، كانوا وراء هاد التتويج، وراء التتويج جمهور اللي كيبقى كيشجع حتى للدقيقه 94 و95، دونك كاين بزاف ديال العوامل اللي كيتجمعوا باش انهم يعطيوك بلوس دو سا هذاك البونتوش، باسكو هذاك البونتوش تيحس براسو، اولا هذاك اللي ما مكونفوش تيحس براسو انه عنده لي بوتونسييل باش يكون تيتولير، ولكن تيعرف اش كيدير ومستعد اي وقت يدخل ويعطي الاضافه، فإلا ما كانش واخا يكون البونتوش وهو العقليه ماشي هي هذيك وما مستعدش واخا يدخل ما غادي يعطيك شويه، دونك بهذيك العقليه قلت لك هذاك التجانس بعضياتهم وهذاك العيشه اللي عاشوا بعضياتهم خلاو انهم خصك تجي تشوفهم في لي فيستير كيفاش واحد كيمد الاخر هذا وكيكونسيي وكيزمو قبل ما يدخلوا قبل ما يتجمعوا صيفوا لي فيفكم، ولكن هادشي كيعرفوا غير هما كيعرفوا الصطاف بعضياتهم، ولكن ما كيعرفوش الناس برا ولا صحفيين الناس، هذاك هو اللي خلى بوتيتر هادشي اللي دار الفرق ما بينه وبين فرق اخرين. نعم صلاح تكلمنا كذلك على الهويه، السؤال كذلك وعلى العناصر والتركيبه البشريه ديال فريق الرجاء، ونضيفوا عليها السؤال هو الانتدابات اللي كانت ديال فريق الرجاء تقريبا 17 بما فيها اللاعبين اللي رجعوا من تجارب احترافيه وتسريحات في نفس الوقت، اللي كان اللاعبين اللي جاوا ومشاو انتقلوا كذلك، ولاعبين اخرين اللي بقاو فريق الرجاء وما شفناهمش كذلك حتى على مستوى التركيبه البشريه الموسم. هو سيسري كان طبيعي انه تجيب لعابه في المستوى الكبير للعيار الثقيل، لانك اول سنه كيكون مكتب شاب ورئيس شاب والجمهور كله كينتظر طموحات من عند الفريق ديالو، بطبيعه الحال كان لازم انه يكونوا انتدابات ديال الدراري الكبار، والحمد لله ما خيبوناش، لان كيف قال سي محمد فاخر يعني في الوقت اللي كان هناك فارغ مرحله فراغ اولا بدا كيدب الشك في اللعابه، وهذه ظاهره صحيه في الفرق كلها، كان هناك اللعابه ديال دكه الاحتياط اولا بعض اللعابه اللي هما اللي داروا الفرق، وكان هناك بعض اللقطات فرديه هما اللي داروا الفرق، وهذا ما كيمتاش باي فريق، فاحنا محظوظين جدا لانه اللعابه كيف قلت لك قبيله فهم محترفين ومهنيين، ملي كيدخل خصو يؤدي المهمه على احسن ما يرام. بالنسبه للهوي كيف قال سي محمد انا متعرف معاه 1000%، لانه الهويه ما كتجيش بين عشيه وضحاها،
لانه هذا لوستيك ولكن صعيب تكون عندك الهويه الا كنتي دائما غادي تجلب عدد ديال 11 12 13 لاعب الفريق. لا داكشي علاش قلت لك حنا كلجنه تقنيه او المكتب المسير فحنا خدمنا بالموازات على واحد استراتيجيه على المدى المتوسط والبعيد، لانه حنا دابا ان شاء الله في السونتر دو فورماسيون مع الدكتور حرمه الله غادي نهيئوا ماشي موك هذه السنه او السنه القادمه حتى هذه السنه والاربع سنوات خمس سنوات اقصى تقدير غيكون عندنا فريق ان شاء الله لا يكونوا الاغلبيه ديالو من ابناء الفريق اللي ربما غادي يرجعوا داك الهوي والكاشي ديال الفريق. سي بصري لا يرفد دائما السؤال دائما سي محمد بودريقه على سوء تدبير ملف ديال النزاعات مع اللاعبين، لان الرجاء العام مقارنه مع الانديه الاخرى هي اللي كانت حاضرة دائما كطرف في غرفة المنازعات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. واش ما كتشوفوش بأن كان سوء تدبير لهذا الملف بدليل الغرامات الكبيرة اللي نزلت وربما ما كنتوش منتظرينا وأضرت بالمالية ديال الرجاء؟ وبلي كنقولوا هذه الغرامات راه كانت هذا المال كان غادي يمشي لجهات أخرى فإذا به كيغطي نزاعات. لا فالنزاعات اللي كاينه ديال اللاعبين فاللاعبين اللي كاينه هما لاعبين خصهم ياخذوا الاجور ديالهم. الفريق واش حنا غادي اللاعب ما نعطيوش المسائل ديالهم؟ فما فيهاش بزاف ديال الذكاء ولا مساله ديال كيفاش غنديروا الملف. مثلا نرجع معاك نعطيك مثال اللاعب حسن الطير كيتسال الفريق واحد المبلغ مالي فمشى للجامعه باش يتخلص المبلغ ديالو، شنو حنا كفريق فحنا ما عندناش هذيك الموارد الماليه في هذاك الوقت باش نعطيوه له كيمشي للجامعه. حنا الجواب اللي كينصيفطوا حنا كجواب ان فعلا اللاعب كيتسال داك المبلغ المالي، ولكن كانوا شي انتدابات كذلك اللي بحال مابيدي كنظن كان انتداب فيما بعد تبين ان كاين عنده الالتزام مع فريق دفاع الحاجه الجديدي، كانت مثل القضايا كذلك اللي يمكن تنضاف على السؤال ديال لا 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 فاللاعب مابيدي فتم انتداب ديالو بطريقه اللي عاديه. اللي كاين هو انه كان عنده عقد مع كان مازال العقد ديالو ما سالاش، ولكن لاجون ديال اللاعب هو صرح بانه اللاعب في النهايه ديال العقد ديالو، واذا به فان فريق ديال الدفاع الحسني الجديد كان عنده ديجا واحد التتمه ديال العقد دي في سنه ثانيه، وجلسنا عادي مع الدفاع الحسني الجديد وتم التوقيع على العقد ديريكتومون. نرجع معاك للملف ديال النزاعات فالاجور لاعبين دي بريم ديالهم دي روندمون ولا سيناتور. سي محمد مثلا في مجموعه من حالات اخرى، لان لاعب الرجاء بعض اللاعبين ما لجاوش لغرفه النزاعات ولقاو نفوسهم مثلا ما خداوش المستحقات ديالهم. لا كاينين جوج لاعبين ولا لاعب واحد اللي توصلوا ب 50% ديال الاجور ولا ديال المنح ديالهم، واللي بقى هو ال 50% الثانيه. فحنا كنحاولوا باش نجيريو هذه المساله هذه. علاش؟ لاننا حنا هذا الموقف اللي حنا تحطينا فيه، حنا ماشي حنا اللي درناه ولا حنا هذا الموقف ديجا تحطينا فيه. علاش؟ لان كاينين اللاعبين في النهايه ديال العقود ديالهم، كاين عندنا تقرير مالي اللي تيتكلم مثلا دائما نمشي معاك عند حسن الطير مثلا تيتكلم على ان اللاعب كيتساوي واحد المبلغ، وفي المبلغ وفي التقرير المالي كيتكلم على غرامه ولا اللجنه التاديبيه فيها غرامه ولا شي حاجه، هنا كيوقع الخلاف، لذلك كنلجؤوا للنزاعات. ولكن في الاخير فجميع اللاعبين والفريق اللي ادى هذا المبلغ فماشي الجامعه، فالفريق من المستحقات ديالو الانديه اخرى والجامعه اللي ادينا في على ما تنظن في النهايه ديال 2012 دينا تقريبا واحد المبلغ ديال 220 مليون اللي كان خصو يدخل الفريق، ولكن تأدى به اللاعبين اللي كانوا كيستحقوا المستحقات ديالهم اللي خصهم ياخذوها، اللي ماشي حنا غادي نقولوا بان ما كيتسالوناش ولا كاين هذا، فالمستحقات ديالهم اللي هي عاديه. نقدر نقول لك فالفريق في النزاعات هو الاول تيتحكم عليه زعما بسرعه، يعني اذا كان الفريق عنده شي حاجه فكيتطلب سنه، ولا الفريق عنده شي مشكل كيطلب 15 يوم ولا شهر. هذه نقدر نقولها لك، ولكن هذه ماشي حنا تنتحكموا فيها، فالناس اللي في النزاعات هما اللي يتحكموا في هذه المساله هذه. نعم غنمشيو للسي محمد فاخير، غادي نتكلموا كذلك على مرحله الشك والفراغ في البطوله الوطنيه اللي عايشه فريق الرجاء هذا الموسم. فربما كنظن من بعد الهزيمه امام المغرب التطواني بدات واحد المرحله اللي يمكن كانت مرحله الشك وفراغ. كيفاش سيرتوا وتعاملتوا مع هذه الفتره اللي كنظن كانت مهمه في مسار فريق الرجاء؟ بحال جميع الانديه الكبيره
اللي كتلعب على الألقاب. حنا ما نكونوش قوى من برشلونة. برشلونة داز من مرحلة فراغ، لو دازت قبل ما تدير 15 ولا 16 نقطة باش دات البطولة كرة كتخبط دابا في مشاكل. ما كاينش فريق ما كيدوش من راسه، ولا سيما الفرق اللي كتلعب على شي حاجة، كتلعب على ألقاب. فمن منذ داروا انتدابات باقي ما درناش حصة تدريبية وحدة. يلا أسماء على الورق في الجرائد أو لا عن طريق الميديا. إلو بوان زل ديجا كو أون دوا تيتر شامبيون، وهادشي اللي خصنا خد غير لا كونكورونس اللي كانت بيننا وبين لي فار. كي اون في ان تري بون باركور لا في لا كوب ولا في الشامبيون، وهما في لا كوب في لا كوب دافريك. هذيك لا كونكورونس ديالي لو لي فار ها لي فار ما داوش الشامبيون تيقول لك سي دوماج دار اون بون شامبيون، الا ما داتش الرجاء سي اون كاتاستروف. لامبورتون سي سون دو دو كلوب. دونك ديجا البوا ديال الديبار ملي تانونساو الاسماء ولا ان بوا. الوقت اللي مشينا دينا لا كوب اوني بوندون 26 جورني وحنا الاولين، وليت قربتي لاريفي. لاريفي هاد الفتره ديال الشك هي اللي تزامنات كذلك مع كاس العرب، خروج من نصف النهائي كذلك. واش هي اللي اثرت كذلك على فريق الرجاء باش خرج من كاس العرب ولا ما كانش هذا؟ باسكو نهضروا على كاس العرب بزاف. كاس العرب سيتي با ان اوبجيكتيف، ميم اللي مشينا فيه وتونجاجينا اون ايتي بارتي بور لو غاني، مشينا باش نربحوه. اون اون مينوت تقلبات النتيجه ما عندها علاقه بالاداء ديال اللاعبين. كنا نربحوا بخمسه ولا سته لصفر، ما عندها علاقه، ما كانش ايفيكاسيتي. ايه كنا نربحوا بكثار. اش وقع؟ حيت كل واحد كيأول كيف بغا. اش وقع؟ كاينه شي خطه كتحبس بالاريتي، عطيها ليا نشريها من عندك دابا انا. لو كان عندي غنمشي نطبقها مع شي فرق. بالاريتي الضربات فيها خطه كافوياج. ملي كيكون كافو لعب لا تنكمل، ملي كيكون كافوياج ما كتعرفش الكره فين غطيح، تضرب هذا وطيح هذا وضرب، شكون غادي يعرف فين؟ كاين حتى شي خطه كتعرف ملي غضرب هنا غتمشي لا تجي. اون بليس دو لا بوزيسيون دور جو، ملي كتجي شي حاجه جات اون مينوت 30 سكوند، هادشي كلشي طرا. تيلمون نزلات هذيك اسمو في خطره كانوا مستائين الجمهور تاعنا مستائين. سي فغي غاديين باش ندوا هذا الكاس، ولكن صانا غير افواغ افيك الاداء ديال الدراري. ومن تما ولا ضغط كبير، بحال درنا شي مقابله اللي ما تستاهلوش نربحوا بها بخمسه ولا سته ولا دونك سي انا ما تغيرتش عندك الرؤيه ملي شفتي هاد الظروف هاد الامور اللي عايشها فريق الرجاء في هذه المرحله. يسري لي ماتش بوتيت انا حماق ولا شي حاجه، لي ماتش كنشوفهم اربعه خمسه الخطرات باغفوا سا ماغيف كندخلوا من ديبلاسمون ولا اسمو من بعد الماتش تما كنشوفوا جوج الخطرات في الليل كيطلع النهار كنعاود نشوفوا باش نطمئن على لو روندمون ديال كل واحد ولو روندمون جينيرال. لان في التيران حاجه اخرى، لان في التيران عندك شوفه ديال اش كتشوف. الا ما كنتيش اكسبيريمونتي تتشوف لي با، ماشي الشوفه ديال لي تريبون كيقرا اللعب تيقول يعطيه كتسمع ديك اعطيه اعطيه، باسكو كتبان ليه هو واحد لو جوور ما طالعش بهليكوبتر كيشوف اللعب، حتى هو راه كيشوف هنا. دونك لانتيليجونس ديالو هو اللي كتلعب. دونك انا كنمشي كنشوف من رؤيه اخرى. بوتيت كو جو مسيو ترومبي سور ان جوور سور ان شونجمون سيريوزمون لان كان مزيان. على ذكر التغييرات كذلك مساله ديال بعض الاحيان كيكونوا ثلاثه التغييرات في دقه واحده مثلا مع بدايه الجوله الثانيه ولا في الدقيقه 75. لا ما ثلاثه ما جامي في خطره واحده، مي تدريجيا باسكو لي زاليا ديال الكره ما تعرفهمش، تبقى لك 5 مينوت وتكمل 10 الله يرحمك. دونك تبقى ذاك لو ديرني شونجمون كيبقى. مي انا نحسب لك انا سير معايا حساب شحال كنلعبوا من مقابله في البطوله؟ كاين فوق 30. لا ما كاينش فوق 30 مقابله. شحال كنلعبوا في لاكوب الا مشيتي ابعد؟ خمسه. لاكوب عرب شحال لعبنا؟ سته. لعبنا سته صافي. كومبيان ماتش؟ 41. 41 ضربه في ثلاثه 123. 123 شونجمون سي فري. الا نجحت في 70 سي ديجا بو مان. تي نو با تنجح في لي شونجمون كاع اللي دار فحال ملي كيجيو عندك ملي كتسالي في البوان بريس يقول والتغييرات ما عطاوش لا اسمو. اي لا اون في سكو اون بو سو ني با سولمون لونترينور. لونترينور في سكي ميم لو جوار تو يدخل واحد خاطر ما كنكونش موفق. مي دون 123 شونجمون الا نجحتي في 70% ديالها حنا نجحنا بزاف، لانه تاريخي هذا النتائج اللي تغيروا في اخر مطاف. نعم.
نمشيو للرباطي كلاعبين كتعايشوا مع بعضياتكم كيف ما قلتي كعائله واحده، كتعايشوا الظروف ديال فريق الرجاء من بعد الانتدابات مجموعه من الاشياء. انتما عايشتوا هذه الفترات، فتره ديال الفراغ، فتره ديال الشك. امتى كانت الفتره حسيتي ان كاين فتره ديال الشك عند اللاعبين وفتره ديال الفراغ عايشتوها كذلك حتى على مستوى مستودع الملابس؟ بطبيعه الحال كما قلت لك في من قبيله سيرتو المقابلات الاخيره ديال البطوله، فكان شويه ديال الضغط وشويه ديال الشك. فالحمد لله كما قلت لك راه اللاعبين استوعبوا بهذا الظرف وكانوا في المستوى، وكانوا في سيرتو في المقابلات ملي كانوا كيدخلوا المقابله ولا في الحصص التدريبيه كانوا ديما تيفكروا في هذه المقابلات الاخيره ديال البطوله، بان كان علينا واحد الضغط كما قلت لك، بان كان علينا كثير 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 ديال المسؤوليه. ورغم ذلك بان الحمد لله ربي وفقنا وخدينا البطوله. وبهذه المناسبه وما ننساش بان كاينين الناس اللي خدموا معنا في الخفاء، لا سي محمد الرحيمي لا رشيد بخاري، اللي كانوا بصراحه بكل صراحه كانوا كيوفروا لجميع اللاعبين الظروف ديالهم من ناحيه مستوى الملابس ولا من ناحيه التمرين. نعم، حتى الحلقه غادي تكون غيكون فيها ورقه خاصه على جنود الخفاء ديال فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. بالفعل غادي نمشيو الان لما بعد البطوله الوطنيه على مستوى المشاركه العالميه لفريق الرجاء الرياضي البيضاوي، هذه المره للمشاركه الثانيه في كاس العالم للانديه. الرجاء والعالميه، ورقه من تقديم الزميل سفيان رشيد. الرجاء البيضاوي بطل للمغرب. النادي تبنى مشروعا كرويا كانت بدايته موفقة، هو الذي ظل على امتداد سنوات كثيرة رافدا للمنتخب الوطني. جيلو، مستودع، الحيمر، رضا رياحي، أبدع في حضرة الكبار. مباراة خالدة. كرة دائرية كيخرج الشادلي بكل هدوء، كيلتقط الكرة الحارس كاسياس طلال القرقوري تقدم قبضة جميلة ديال طلال القرقوري، العمود الأفقي ينوب الحارس كاسياس. الرجاء البيضاوي خربوا الكرة دائرية، إصابة، جول ناندو ييرو تقدم قطعة. إذا ييرو يمنح التعادل لفريق ريال مدريد. كرة دائرية تخرج الحارس كتمشي عند رضوان الحيمر جهة اليسرى، رضوان الحيمر فهذا يعمل تمر الكرة دائرية يصلى جول. روح رياضية كبيرة هذا الجمهور ديال ملعب مورومبي اللي تعاطف كليا مع فريق الرجاء اللي كنحيوه على هذا العرض الكبير ديالو في هذه البطوله العالميه، والاكيد كل مستقبل امام هذه العناصر الشابه لفريق الرجاء البيضاوي. اذا صور الفريق الرجاء امام نادي ريال مدريد في كاس العالم للانديه الاولى التي نظمت بالبرازيل، حضور كذلك مصطفى الشادلي اللي حضر معنا وكان احد صانعي هذا الحدث، وكذلك بكريفه او حفيد عبد الصادق أمين. نعم أمين رباطي كذلك كي لا ننسى، فمجموعة من الأسماء يعري اللي حاضر في الاستوديو كذلك، ومجموعة من المؤطرين على مستوى فريق الرجاء يعري اللي عايش كل فترات ديال فريق الرجاء بالألقاب والإنجازات اللي حققها الفريق الأخضر. الآن هاجس آخر من فريق الرجاء سي بودريقة هو المشاركة في كأس العالم للأندية، حضور أندية لحد الآن كمواتقني غنرجعوا ليه كأوكلاند، كباير ميونخ، وكذلك مونتيري المكسيكي. الوصول الى العالميه كان احد المشاريع ديالك من بعد رئاسه فريق الرجاء، وانت هنا كطرف كنتي اكثر كمحب للرجاء، يعني حضرتي وشاهدتي مباريات ديال 2000، ذكريات لا تنسى من ايام الزمن الجميل لجماهير فريق الرجاء ولاعبي فريق الرجاء اللي مثلوا الكره الوطنيه عامه. فكيفاش كتشوف هذه المشاركه واللي هذه المره تحسب في زمن انت كتقود فيه فريق الرجاء على مستوى الرئاسه؟ فهي كما تنقولوا عمل ديال سنه اللي الحمد لله سالى بالمشاركه. الهدف الاول اللي كان فهو الفوز بالبطوله، ولكن اللي كان مراه هو المشاركه في كاس العالم للانديه.
فالمشاركة إن شاء الله كنتمنى باش تكون في مستوى كما كان الفريق في سنة 2000 قام بمشاركة جيدة وشرف كرة القدم الوطنية. فنفس الشيء غادي نحاول نقوم به تشريف الكرة المغربية في أحسن تشريف البطولة العالم الأندية. ولكن الهدف اللي غادي يكون السنة الجاية فهو عصمة الأبطال الإفريقية والحفاظ على اللقبين للكأس العرش ولا البطولة الوطنية. وهذه رسالة موجهة من هنا كتقول للجميع الأندية قبل بداية الموسم. كذلك إلى تكلمنا صلاح على كأس العالم الأندية فمشاركة فريق رجاء المرة الثانية اللي كيحافظ من خلالها على أول نادي مغربي اللي كيشارك كأس العالم الأندية كيبقى كيحافظ على هاد اللقب وعلى هاد اللقب العالمي. شنو يمكن تقول لنا على المشاركة المنتظرة لفريق رجاء؟ فأول شيء فهذا شرف لينا هذه المرة الثانية غنشاركوا في كأس العالم للأندية البطلة. فبطبيعة الحال حاسين بالمسؤولية لا سيما أنه كتلعب ضد فرق اللي كبيرة والثقافة الرياضية كتختلف على الثقافة الإفريقية. فكنظن بأنه احنا كمكتب مسير احنا راه الإشارة ديال الطاقم التقني. فإن شاء الله احنا مآمنين بالقدرات ديال اللاعبين ديالنا وان شاء الله غندعموهم ونكونوا معهم ان شاء الله في السراء والضراء ان شاء الله. جوج ديال التساؤلات او سؤال واحد فقط. هو الحديث كان في وسائل الاعلام كثير على مساله مارادونا ومساله مقابله بوكا جونيور. بالنسبه للمقابله ديال بوكا جونيور فهي غتكون 31 جويلي فهي هذا خبر يمكن نقولوا رسمي الان لا ورسمي احنا نعم. وقعنا مع الشركه المنظمه اللقاء الرسمي اللي غادي يكون الدولي لانه ماتش فيفا وغادي يكون في اطار تكريم اللاعب عبد المجيد الظلمي اللي هو لاعب اللي عطى شي كثير لكره القدم الوطنيه وعطى شي كثير لفريق الرجاء. دونك غتكون مقابله في 31 يوليو الساعه 10:30 في مركب محمد الخامس. بوكا جونيور غيحضر جميع النجوم جميع اللاعبين غادي يحضر بالنجوم ديالو ديال الفريق الاول ديالو لو 31 جويف كما قلت في اللقاء ديال تكريم لاعب عبد المجيد الظلمي. وغتقدر تكون حتى من لقاءات وديه اخرى قبل هذا التاريخ. هادشي اللي كاين في مساله الحديث اللي كان طويل عبر المواقع الاجتماعيه عبر الصحف عن مارادونا كأحد المستشارين التقنيين او هذه المساله كنأكد لك بانها مساله كاينه والمانجر ديالو غادي يجي الاسبوع القادم للمدينه الدار البيضاء باش نتحدثوا على التفاصيل. كان يمكن كان غادي يكون الحضور في المباراه ديال الفتح ولكن تعذر هذا الشيء. كنتمنى يكون في الحضور في المقابله ديال بوكا جونيور ان شاء الله. نعم المصري فريق رجاء مره اخرى يمثل الكرة الوطنية على مستوى المشاركة العالمية للمرة مرة ثانية. شنو يمكن نقولوا على التمثيلية ديال الفريق الرجاء وما هو منتظر حتى على مستوى الإعلام وعلى مستوى الجماهير عامة؟ غير الفرق بين المونديال ديال الأندية اللي كان في النسخة السابقة اللي شارك فيها مصطفى الشادلي وشاركوا فيها أمين وشارك يعري ومجموعة من الصادق حفيظ وعبد الصادق حفيظ. الآن اختلاف كاين غدا دابا كنتي كتلعب ثلاثة المباريات دابا غادي تلعب مباراة واحدة خصك تنتصر فيها وتكون أظن أمام أوكلاند من أوكيانوسيا. التخوف أنا اللي عندي هو نفس التخوف ديال اللي عند الجمهور كلما تعلق الأمر بخصم من العيار الثقيل. يعني بحال شفنا المباراة ديال الرجاء وبرشلونة تبين لنا الفرق بين الكرة المغربية اللي بين مزدوجتين محترفة وبين الكره العالميه. التخوف اللي كاين هو ان الرجاء ما بعد المونديال اللي غيكون في ديسمبر ما بعد هذا المونديال تعيش على المضاعفات ديال المونديال لا قدر الله. اذا خاص الرجاء تستانس بهذه المباريات العالميه تحاول انها تلعب مباريات كبيره مباراه ديال بوكا جونيور واحده منهم تلعب هذه المباريات باش اللاعبين يستنسوا بهذا الايقاع ديال هذه المباريات علما بان نعم. الخصم الاول راه مستانس هو بالمونديال ديال الانديه حاضر نعم. واللاعب المغربي راه مازال نعم. اللاعب المغربي مازال كينهار في اللقاءات الكبيره امام انديه عالميه كبيره مازال دائما كنلاحظوا هذاك الفرق. وهذا هو اللي خصني نكب عليه سي محمد فخير اللي مازال عندي عليه سؤال في الجانب التقني هو على بعض التغييرات سي محمد بعض التغييرات اللي رجعنا للمباراه ديال بركان
اللي كانت مباراة دخلت شكل الجمهور كانت تغييرات فيها كنلمسوا منها كنحسوا فيها بأنها من أجل المانتيان ديال هذيك النتيجة، ما كانتش رغبة باش تضعف الحصة وتزيد ترفع من الغلة، خاصة وأن الخصم ما كانش ذاك الخصم صحيح بركان ما عندهاش ضغط، ولكن كان بالإمكان بان بأن إلا دخلوا مهاجمين كانوا يقدروا يسجلوا هدف آخر ولا جوج. زعما بغيتي تقول واش هذا تخوف كان كان تخوف من في النهج التكتيكي ديالنا. اللي شفتي أنت اللي شافوا الناس كاملين. لا يشوفوا أنا كنشوف. كل ما تبقى شوف كاع ما دير. لا ولكن في لا باش نتفاهموا أبناتي. لا لا أنا نفسر لك. باش تدخل حفيظي. أنا غنفسر لك. عطيتي سؤال أنا عاطل. تفضل. كان يجور. داكو. ما كانوش كيوصلوا الكوري بزاف. اي كان ضغط بان جو ديريكت على داك اللاعب ديالهم كوندي ولا اسمه يسوطي للميليو تيران دونك ما بقاش الوقت بزاف اون دوفي جيري داك الوقت اللي بقى علاش بلا كونسيرفاسيون دي بالون على الاقل نقسموها حنا وياهم نوبه عندنا نوبه عندهم واحد الوقت ونكونسيرفي با البالون دخل عادي شاد لي افيك سون اكسبيرونس اسمو اون ا بي كونسيرفي البالون وداز حفيدي اون بوينت حفيدي كيف لي ديبلاسمون ديالو اي رابيد هما طالعين عندهم بلوس ديسباس وراهم غنقتلوا الماتش لان تقدا تو مومون يخرجوا هو الجول هذا هو السؤال باش نلعب حفيدي اون بوينت وكاين قلب هجوم كاين اكثر من قلب هجوم في دكة البدلاء لا خصني نريكوبيري بعد ذاك الميليو تيران نكسب البالون حيت واخا دير نامبورت كيل اذا انت حاولتي انك تحافظ على النتيجه المتقدمه في النتيجه لا 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 حسن ما انك تضيف هذا دابور لا كونسيرفاسيون دو بالون خص البالون يبقى عندنا دو افيك سو بالون اللي غادي يكون عندنا حيت يمكن با ماركي سون بالون غاتجي بوحدك دخلت دونك يفو كونسيرفي البالون ولكن سي حسن كيفاش نفسر لك انا نفسر لك لا بغيت نفسر لكم يفو كونسيرفي البالون اون كونسيرفي البالون وغادير واحد اون اتاك دونك يفالي سور لي دو كوتي عندك ان شونجمون في لي دو ان لا كونسيرفاسيون دو بالون في الميليو تيران اي ان جوور رابيد اللي قد يمشي الا بدلتي غير لا بوينت تكون ابوني تكون عندك تليفون تيسوى 30 مليار سي جوني با ابوني كتسنى يسرسر غتلقى حداه الا ما توصلوش الكره اكوابو غادي 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 يصلح هاد لافونسون دونك جي فولي اكيليبري اونتر لي ميليو تيران الناس ما متعوداش وما عارفينش بلي ما حافظي اللي هو سيافون سونتر هذاك هو اللي خلاهم كيشوفوا شوف اخرى هذا السؤال ديال سي حسن هذا الجواب ديال سي محمد فاخر غادي نمشيو ل كرة سهلة على اللي كيبغي يكومبليكا نعم غنمشيو ل او ماشي للسؤال غنمشيو للمحطة رجعوا العالمية لان محمد جاوبتي دابا على التغييرات والسؤال ديال التغييرات غنرجعوا المشاركة ديال فريق رجاء في العالمية ما هو مرتقب الهاجس ديال المشاركة كذلك محمد فاخر بعد 5 الألقاب على مستوى البطولة الوطنية وكنظن 6 الألقاب على مستوى كأس العرش فاليوم عندك مشاركة على مستوى كأس العالم للأندية شنو كتنتظر من هذه المشاركة وما نساوش عصبة الأبطال الإفريقية كذلك واللي كيقول أنها اللي قال سي بودريقة أن حد صريح معك احنا سعداء باش نلعبوا كوب دي موند ولكن كوب دي موند عندها تاريخ الشامبيونز ليغ عندها تاريخ اون بو با بروي لي زيتاب دابا الحاله اللي فينا يلا لعبنا اخر مقابله غدا البارح دونك هادشي اللي جاي غدا كنخطوا ليه هذه واحد شهر ونص ولا شهرين كنخطوا ليه وكنوجدوا دابور اون ايكيب اللي غتبدا البطوله ديالها بعداك ويحصل انسجام ثاني وتبدا في البطوله المقابلات ديالك اي بوكو با افواغ دي ماتش انترناسيونو منهم بوكا جونيور بحال اللي درنا السنه اللي مضات كانت في البروغرام عندنا اننا نكونوا ابطال ونلعبوا عالميين لعبنا مع لاتيتيكو لعبنا مع برشلونة لعبنا مع لا جي اسكا كابيلي لعبنا مع نجم الساحل لعبنا مع اولمبيك بيجا هادو كلهم دي زيكيب في اطار المباريات التحضيريه اللي كانت دونك في الاطار سي اون بو دون لا ميجور دي بوسيبل جوي افيك دي زيكيب ديال الشامبيون اللي لعبوا معاهم اي بوتيتر دوطخ زيكيب اللي سور بلون كونتينونتال لعبوا معاهم ومن ثم نبداو تدريجيا كنتهيئوا الا إيه كوب دافريك الا إيه لا كوب دي موند مي ما غنقولوش من دابا حنا البارح يلا توجنا اون بار ديجا دي سي سات موا ولكن سي بودريقه قال ان من بين الهدف هو عصبه الابطال بوكو اوني لا علاش كدير هذا الشامبيونان سي بور جوي بلو
الا غادي شامبيون باش تمشي دير اذا وضع عام بين باش تنشط انا ما عزيزش على الكلمه ديال النشط سيتيو سير اون كورس باش دخلت الاول ما دخلش ما داكشي ديال النشاط والنشاط النشاط حتى الله ما يدير واحد الا بغيت نعم اذا وضع انت المساله ديال وصفه الابطال كريان امامك غنمشيو نعم غنمشيو الان لفئه الامل ومستقبل الرجاء بعد فوز شبانها بالبطوله ورقه كمال ادريسي في الموضوع. لم يكن موسم الرجاء البيضاوي وشهد تتويجها يخص الكبار فقط، بل امتد مشوار النجاح لفئه الامل التي توجت بتميز وجدار بلقب الدوري الوطني. حرزنا على 25 انتصار وكانت أربعة ديال الهزائم وتعادل واحد، فالنقاط اللي حصلنا عليها هي 73 نقطة وسجلنا 75 هدف، فهذا الشيء اللي نقدر نقول أنه كان موسم جيد. فأنا تنشكر جميع اللاعبين على المجهودات اللي داروها في طيلة الموسم لأنه الموسم كان شاق. فالحمد لله احنا العام توجنا عن جدارة واستحقاق وكملنا على المسيرة اللي درنا السنة الماضية. فهذا العام فبداية كانت واحد بداية متذبذبة في بداية السنة، بعد مجيء ديال السي محمد بكاري فراجعنا الأوراق ديالنا وما خسرنا حتى شي ماتش. تميز هذه الفئة وعلو كعبها هو نتاج سياسة تقنية وإدارية وراءها أناس اشتغلوا بجد واجتهاد أملا في تفريغ نجوم المستقبل ولائل الخضراء. هذا الإنجاز كان نتيجة تكامل بين المكونات اللي مكونة للطاقم التقني من مدرب مساعد، من المهيئ البدني، من الطبيب، من مساعد، من حامل الأمتعة، من عبد ربي الإداري للفريق. كان نتعاونوا الجميع كل واحد في الجانب ديالو اللي كيختص به، وكان الكمال على الله. هي الرجاء قدر أبنائها العطاء والتتويج صغارا أم كبارا لمواصلة ركب النجاح والتميز. صلاح شنا هاد الورقة الخاصة عن فئة الأمل أهله كان نقوم كذلك فوز بالبطولة الوطنية، ففريق الأمل كان دائما كان القاطرة ديال فريق الرجاء الفريق الأول، كيجي مجموعة من اللاعبين كنشوفهم فريق الأول، لكن فاتت السنوات وين كنشوفوا عناصر الأمل كتأتت أكثر تشكيلة الأندية الوطنية وما بقاش عندها مكان في الفريق الأول. هو سؤال وجيه ولكن خصنا نعرفوا شنو هي الأسباب. بطبيعة الحال أول شيء خصنا بعدا نهنئوا السي بكاري وتوتيا وعمر نجاري على هذا الإنجاز والطاقم التقني اللي معاه. فكنظن بانه كيف سبقنا كنقولوا الفريق الاول ملي كيلعب على شي واجهه اللي هي كتكون قويه البطوله او لا عصبه الابطال خصو لاعبين كيكون عندهم سميتو خبره كبيره. فحنا عندنا وليدات في المستوى، كاينين دراري تقنيات عاليه، ولكن حنا كنوجدهم كيبقى دائما الاختيارات ديال السي محمد فاخير هو كيختار اللاعب المناسب في المكان المناسب. فكنظن قبل كنصيفطوا لانه كان شيء منطقي المدرب اللي كيجي بطبيعه الحال لانه كيكون متبوع بانه خصو يحصل على اللقب، كيشوف الخصائص فين كاين وكيجيب لعابه عندهم تجربه. وبالتالي ملي كنديو مثلا حنا دينا دابا اللقب ربما دابا اللاعب اللي بغيتي تطلعوا مثلا للفريق الاول ممكن، ولا ما طلعتيش راه ممكن لانه الهدف راه حققناه. ولكن رغم ذلك فحنا بطبيعه الحال سي محمد فاخر والطاقم ديالو راه ما ادرى وحنا راه الاشاره ديالنا سي محمد. وكنظن اولا تنهني سي محمد البكاري ولا ومصطفى التوتيه ولا الطاقم اللي معاه على الانجاز القوي اللي داروا. وماشي بالسهل دير 73 نقطه وتسجل 75 اصابه، هذا تيبين قوه والعمل الجيد اللي دار. غير الامور هذا باسكو هادشي ولا كيداول دائما لماذا اسمو لاعبين ديال الامال كيديو وما كيديوش اسمو فترة فريق رجاء كيفوز للقاب كان عندك ساعة لا ناطير لا عبوب لا مجموعة من الرباطي في الفقر بعد خرازي كذلك الفقر كينفع ذاك الوقت ملي كانوا وانا كنت لاعب ولا من بعد كنت مؤطر كان الفقر والفلوس كيجبدهم لو ديريجون من جيبو. دونك اوليو دالي اشتي ديك الساعه 20 مليون 30 مليون لعاب سا سبا ما دخلش في الراس. دونك كنمشيو دائما لا فورماسيون وكنعطيو الحظوظ اكثر للاعبين الصغار. دابا ولات لا كونكورونس
ما بين الفرق الكبرى على واحد المجموعه ديال اللاعبين. علاش؟ باسكو هي كوب دي موند. اسكو تي كخوا كو غناخذوا سبعه ولا ثمانيه ديال الدراري صغار اجو يكون سو سون دو تري بون جور وغادي يكونوا ان شاء الله. غتحطهم دابا يمكن تاخذ لي دو تيتر غنكونوا باركين معاك دابا. لا هذا التساؤل نعطيوه للرئيس. نعم نعطيوه للرئيس. انا نقول لك بزاف ديال اللعابه ديال الصغار بحال تيبان لك لاعب كبير لاعب مزيان لو فو دي طون واختار ليه الوقت امتى تلونسي بحال شي واحد تتعلمو يعوم. نعم راه ما وصل مواش انك لانك مواش ما تلوحوش. نعم خليه بعداك يتعلم شويه البحر هادي ومن بعد اسمو حفيظي راه بدا الموجه شويه وكيعاود يخرج لبرا وعاود اسمو تدخل المواش دغوات لا بريسيون ديال بحال قبيله لا بريسيون تري ديفيسيل سورتو بور ان بيتي ان جون جوور بحال قبيله غادي تشوفها واحد اون راديو الا نقول كاين لعاب اللي تيرمون لا بريسيون كبيره كو اون باغيت يعني كما تنقولوا حنا باللغه ديالنا كوميرا داكوغ كيشريها ب 17 درهم 17 درهم يلاه كتباع في باريس ولا في مونريال في كندا شحال كدير هنا درهم و20 تيرمون هذيك لا بريسيون اللي هضرنا كيهز التليفون الو الكونسيرج جيب لي باريزيان اللي ما كانش يخرج للدار البيضاء لان كاين ضغط ملي كيطلع تيعطي 10 درهم باش يجيبهم من بعد تيقول لي خليه عندك صرف بشحال شرا هاد الباريزيان فلوسه ب 17 درهم كيجي باريزيان هنا ب 17 علاش غير الضغط اللي عليه في الزنقه وفي اسمه ما كانش يخرج الا شدي هذا اكسبيريمونتي وعساك هذوك الدراري اللي كتلوحهم في المواج يفو خصك تاخذ ليه الوقت اللي ولكن هاد الدراري لا هما الدراري كلهم هنا لا تصنت عرفت الوليدات دابا اللي هنا تو لي برون اسمح لي السي محمد غير واحد عادي ولكن هادشي اللي قال لك حنا بيد اللي قال لك السي محمد يسري بان حنا كنا فريق رجاء البيضاوي بصح ما تلونسيناش بهذه السرعه هذه كانوا جوج لاعبين هو المغزى ديالو واضح هو الحقبه الزمنيه تبدلات الوقت تبدلات انا هادشي اللي فهمت من الكلام ديالو درجه اولى يعني مقارنه مع شحال هذه لان كنعرفوا انت محمد كان اكثر كيعتمد على الفئات العمريه الشابه يعني تفضل غير هو اللي بغا يقول سي محمد راه على طيره الموسم تقريبا والدراري ديال الفريق الامل ثلاثه اربعه كيطلعوا يلعبوا كيتدربوا مع الفريق الاول وكاين واحد الاحاطه شامله الدراري اللي في الما كيطلع شي واحد كيحضنوه كيكونوا معاه غير هو المتعارف عليه دوليا كاع حتى في يعني البطولات الكبرى انه الا ربحتي غير لعاب كل موسم او لا جوج راه ربح كبير لانه المدرب ادرى وهاد الوليدات تما كيتاقلموا الا كل عام كنطلع انا واحد جوج راه من نادي واحد اربع سنين خمس سنين يكون عندي فريق كله من الرباطي اسمح الاشكال اللي كاين هو ضعف الاهتمام بهذا الفريق دابا الا رجعتي للفريق الامال السيد الرئيس كتلقاهم كيسالوا المستحقات الى كاين اللي كيسال من العام اللي فات كاين اللي كيسال ست شهور من العام اللي فات اذا هاد ضعف الاهتمام بالفريق ديال الامال كيولد الاحباط عند اللاعبين بعض اللاعبين ديال فريق الامال راه ديال الرجاء راه كيلعبوا في الوداد اذا علاش مشاو من الوداد مشاو الوداد لانهم ما لقاوش واحد الاهتمام كبير داخل الرجاء وفضلوا انهم يغيروا الاجواء اذا باش ما تكررش هذا الهروب لان كان هروب قبل منه كان تقريبا هروب جماعي نحو قطر كان محاولات ربما حتى تم التطويق ديالها بعض اللاعبين وقعتوا معهم عقود وكاين بعض اللاعبين اللي الان في المنتخب ديال المنتخب مع بن عبيشه وما عندهمش عقود كاين واحد اللاعب اللي ما عندوش عقد اذا هاد العام شنو هو اللي التدابير اللي احتياطيه اللي تقدر يدير فريق الرجاء ومن خلاله رئيس النادي وسي صلاح الدين البصير باش يمينيميزيو لي ديغا على مستوى ديال فئه الامال تفضل كاين اهتمام واهتمام كبير بالفريق الامال ماشي غير فريق امال فريق الامال والمينيم والكادي والجونيور بالفئات العمريه كلها اللي كاينه بالفريق عطيتي المثال بالفريق الامال نقدر ناكد لك بان الفريق الوحيد في البطوله الوطنيه اللي تعطي دي سالير للفريق الامال ما كاين حتى شي فريق في البطوله الوطنيه وما عمر هاد اللاعبين كان عندهم دي سالير كان عندهم غير لي بريم دو ماتش كاين فرق اخرى كتعطي لا حنا كنتكلم على الفريق كامل انت تتكلم على الفريق كله ما عدا لاعب واحد اللي كان يلاه جا الفريق كله كيتقاضى دي سالير وهاد لي سالير كيمشيو مع لي سالير ديال الفريق الاول دونك كاين اهتمام كبير
كاين فقط انت تتكلم على لي بريم دو ماتش، فحنا لي بريم دو ماتش في جلسه مع المدرب ديالهم، فحنا قررنا لان لي بريم راه صغار، راه 500 درهم، ما تتكلموش على 4000 درهم و10000 درهم، راه غير 5000 درهم. اتفاق مع البكاري ومع السي حسن، قررنا باش هذوك لي بريم نجمعوهم توصلوا بالشطر الاول وتوصلوا دابا حتى بالشطر الثاني، توصلوا راه من سالات البطوله توصلوا الشطر الثاني. اللاعبين الان كلهم متوصلين بالمنح ديالهم ديال المقابلات، توصلوا بهم الاسبوع اللي فات وتوصلوا حتى باللي صالير، ولكن الاهتمام حنا الاهتمام ماشي باللي صالير، لان باش نقول لك انا تنهتم بفريق ولا عاطينه واحد الرعايه ولا عندنا واحد الهدف فيه، ماشي باللي صالير، نقدر نكون مهتم فيه ولكن يقدروا ما يكونش مشكل، فريق تيجلس في احسن مستوى موفر ليه جميع الامكانيات ديالو، كانوا بارفو تيمشيو بالكار ديال الفريق الاول تيمشيو فيه. السي حسن حرمة الله تيشتغل معهم بجميع الوسائل، السي بكاري تا هو لا ميم شوز، مدرب حراس، بريباراتور فيزيك، مسائل اللي حنا بالنسبه لنا حنا موفرينها للفريق الاول. الفوز بالبطوله ماشي هدف بالنسبه لفريق الامل، فالهدف بالنسبه لفريق الامل هو تكوين لاعبين للفريق الاول. اما انا بالنسبه لي كرئيس، كيف كتشوف انت ان خاص الفريق الاول زعما من القدام يكون تا هو مطعم بعناصر ديال الفريق الامل؟ على حسب الامكانيات وعلى حسب الاهداف اللي حنا تنطلبوها في الفريق. المساله اللي تكلمتي عليها ديال ابناء الفريق، فهذه غير كلمه واشاعه خرجت من بدايه السنه، الناس كتكلم على 17 لاعب 20 لاعب انتدابات اولاد الفرقه، فهذه اشاعه الغرض منها ما عرف شنو الغرض منها، ولكن ملي تتشوف الواقع الحالي ديال الفريق فهو فيه لاعبين ديال ابناء الفريق وفيه لاعبين اللي جاوا من برا اللي تاهما عطاو الاضافه، فماشي عيب الفريق انه ينتدب لاعبين، وماشي عيب ان الفريق يكون عنده لاعبين ديالو. كنختلفوا استاذ راس في هذا اللاعبين، ماشي انا ما كنقولوش هذا ولد الفرقه وهذا ماشي ولد الفرقه، لان كيلبس قميص ديال الرجاء كيولي ولد الفرقه. الاشكال الكبير اللي خصكم تطرحوه انتم من موقعكم على راس الانديه، لان عندكم تجمع ديال رؤساء الانديه، هو هذا الشالنج اللي كيعطيو فيه الملايين من اجل اربعه المباريات، والبطوله كلها كياخذوا واحد الشيك اللي ما فيه واحد الرقم بسيط. هذه وحده، وهذه فرصه ايضا باش نعاود نهنئوا واحد الفريق ايضا ديال الرجاء اللي هو فريق ديال كره القدم مصغره تا هو على الانجاز ديالو، لانه صعد القسم الاول. كنتكلموا على الامل وكنتكلموا على الفريق الاول، كاين حتى الرجاء ديال كرة القدم المصغرة. نعم، فقط غير باش نبقاو في نفس السياق، وتكلمتي على التكلفة، كتساؤل كذلك باش ما نساوش هو التكلفة ديال فريق الرجاء تقريبا هذه السنة عامة. لأن يعني الكل كيظن في انتظار خروج الأرقام الرسمية أن فريق الرجاء يمكن يكون هو الأول على مستوى الأموال اللي صرفات، انتدابات ومجموعة من الأشياء أخرى. لا، باش نأكد لك دائما غنرجع معاك لأول سنة، لأن تعطى واحد الزخب وواحد بزاف الهضرة والقيل والقال، لا من القيمه ديال اللاعبين ولا من بزاف الامور. انا تنوقع عقد وغادي تلقاه فوا 5 وفوا 6، انا تنتفاجئ، انا تنقول لك ما انا غلطت، ياك ما العقد فيه شي حاجه، ياك ما انا غلط. دونك هذه المساله فعطات واحد الانطباع على ان الفريق غير تيصرف الاموال، ومع العلم ان الفريق كان في ضائقه ماليه، فهذه مساله اللي تقريبا بشحال. لا، اللي ناكد لك هو الفريق غادي يكون في واحد المرتبه يمكن الثالثه ولا الرابعه في حيث المصاريف ديال النادي. كاين عجز مالي؟ يمكن يكون، ولكن المستطاع اننا ماشي لحقاش يمكن هذا واحد المساله باش نوضحوها. دابا تكون مثلا فكرت بعجل الفريق في ضائقه ماليه، الفريق لاعبين كيتسالوا 10 المناح، اللاعبين راه فورنيسور كيتسال، اعطيني شي شركه اللي ما كيتسالوهاش الناس، راه ما كاين حتى شي واحد كيتسالو حتى واحد. اللي عنده ما يدار، اللي جالس في الدار ديالو وما كيدير والو، هذاك غادي يكون كيتسالو حتى واحد شي حاجه. ولكن شركه اللي تتشتغل وعندها لقاءات وعندها، انا بالنسبه لي الرجاء راه شركه، الفونسي ديالها هما اللاعبين. احنا كنحاول انا كرئيس انني نجيري هذيك لا سيتياسيون الماليه ديالو باللاعبين، كنحاول بان الفريق اول ما يكونش حاس بواحد الخصاص مالي ولا شي حاجه. يمكن لي فورنيزور، يمكن بعض الناس اخرين يحسوا بالضائقه، ولكن انا بالنسبه لي والهدف ديالي هو الفريق الاول خصو يمشي ويكون بالمفروض جميع الامكانيات. اخر تساؤل في هذا المحور هو، من بعد ما عشتي سنه حسيتي فيها جوج ديال الالقاب رفقة رجاء، شنو هما لي كريتير اللي كيبانوا لك يمكن يخليو فريق يكون بطل؟
كنموذج من النموذج اللي استنتجتيه انت رفقه فريق الرجاء؟ النموذج هو اهل الاختصاص اول حاجه. فالناس ديال الاختصاص هما اللي خاصها تعطيهم المسؤوليه. علاش؟ لان المسؤول تيبقى مسؤول، المسير كيبقى مسؤول، ولكن الناس ديال الاختصاص تعطاهم حتى هي المسؤوليه ديالهم. الى لاحظتي حتى في النموذج ديال المكتب المسير، فاللجنه التقنيه والشباب تعطات لاعب دولي دونك عنده تجربه. يعني الاختيار ما تمش غير عبات ولا شي حاجه، اختار لان كاينين ضوابط وكاين بزاف الامور. الانتدابات فتيديرها الناس اللي تيديروا الانتداب. اللجنه كتشوف الاختصاص في كل حاجه، في الانتدابات من ما هو تقني، في التدبير المالي، التسيير المالي من طرف المسيرين. يعني كتشوف ان كل حاجه تكون بالاختصاص. كل حاجه خاصها تكون بالاختصاص. نعم. لا بالنسبه للمالي فجبنا الناس ديال الماليه، الناس اللي تقني فكاين ناس تقنيين. فهذه المساله دور المسير بالنسبه لي انا هو نعم. الموارد الماليه والحفاظ على نعم. استقرار الفريق. غنمشيو للروبورتاج الاخير، هو جنود الخفاء في فريق رجاء رياضي البيضاوي. هذا الروبورتاج في صورة في معقل البيت الأخضر من طرف الزميل كمال الإدريسي. وإن كان البعض يغيب عن هذا الروبورتاج فسواء سي النصر اللي حضر معنا اليوم أو سي بوزرواطة وبعض الجنود كذلك، فبسبب التزاماتهم المهنية نشوفوا هذا الروبورتاج. وعمت الفرحة الأرجاء وانتشى الكل بدرع الرجاء، درع وإن صنعه فرسان الخضراء وكان ثمرة حصاد موسم شاق، فإن ذاكرة النادي تشهد أيضاً أن وراءه أناساً آثروا العمل في صمت وفي الظل، حباً في الرجاء والواجب المهني. والنموذج تجسده عائشة الخويدمي. فمن تكون؟ عائشة الخويدمي هي إطار الشباب والرياضة، أم لطفلة اسمها إيمان، كنفتقر بها وكنعز نعتز بها. انا اطار الشباب والرياضه، خريجه المعهد الملكي لتكوين الاطر شعبه الرياضه، اشتغلت في الالعاب التاسعه البحر الابيض المتوسط، درت كاس افريقيا للامم كره القدم. انا السيده الاولى اللي حطيت رجلي في كره القدم في الملاعب كره القدم. للمراه جذور تمتد الى اواسط عقد الثمانينيات، فقطعاً هي امتداد وحلقة وصل بين ماضي الرجاء التليد ومستقبله الواعد. الرجل تحقت بها في 87 في عهد الرتناني، كنت كنجي غير مرة باش كنساعدهم. ملي الرجاء ولات باغيني باغ لوديب، احتضنها لوديب وداكشي، قالوا بأنهم خصهم يديروا إدارة موثوقة، مثلا إدارة بمعنى الكلمة. جاو اقترحوني انايا حيت كنت ديك الساعه كنخدم مع الاستاذ السملالي الله يرحمه، السي عبد العزيز المسيوي، كاطار اداري في نفس الوقت وتقني. ديك الساعه الرجاء كانت عندها 16 سيكسيون. للمراه الحديديه، عفوا الحريريه، فلسفه خاصه في رواد قاطره الرجاء اليوم. والمكتب الجديد كله تشبيب، كله شباب. انا عطيتهم ديك دي كوموندمون، قلت لهم شاب جنس بوتي بونتي الى فولونتي. رجل اخر من جنود الرجاء تراه اينما لاح بصرك وابصرت النسور، اداري محنك لا يتوانى في تسخير ذاته وامكانياته خدمه للنادي. ضوان الطنطاوي كاتب اداري لنادي الرجاء. التحقت بنادي الرجاء في سنه موسم الرياضي 2002-2003. طبيعة المهمة ديالي هو ككاتب إداري بالفريق الأول وكل ما يتعلق باللوجيستيك للفريق الأول. بين مزاجية فاخر الجنرال كما يلقبه البعض وتواضع قائد اسمه محمد بودريقة، يقف الطنطاوي منتصبا، شغله الشاغل تأدية الواجب. أنا اقتباس محمد فاخر علاقة احترام وعلاقة طيبة في نطاق العمل. داكشي المتطلبات ديالو اللي كيطلب واللي كيقول ليا
باش تكون موجوده نهار المباراه ولا قبل المباراه ولا في ايام التدريب ولا في خلال الاسبوع كتكون موجوده. ولا سيما الرئيس تقريبا معاه يومين بالاتصال، يومين تقريبا 10-15 مرات يوميا. هي الرجاء ستظل منارة للعطاء برجالاتها وأناسها، قدرهم أن يصنعوا الأفراح ويعانقوا الألقاب ويعودوا إلى العالمية للمرة الثانية. فمن قال إن الرجاء لا تحيا برجالاتها؟ القراءة كانت الزميلة جيهان جاهوري رباطي، جنود الخفاء شفناهم، وهذا ما نساوش لا يعري لا باقي الأسماء كذلك اللي قلنا أن كان عندهم التزامات للي في الرباط، وبالتالي السي كمال إدريسي فكان عنده روبورتاج كيف ما تبعنا. جنود الخفاء اللي ما كيهضر عليهم تبعنا. نعم. تفضل أعطي لنا يمكن لك ذكرك. وكلهم عانوا من هذا الشيء، ولا اسمه كل واحد هنا عنده عائلة. بالفعل. كل واحد عنده ولاد. هذوك توما عندهم كل واحد عنده زوجة. نعم. السبت والحد ما كاينينش الدراري كذلك، احنا في الكونسنتراسيون. نعم. كنتخالفوا الوقت اللي احنا غاديين خدامين هما كيبركوا، الوقت اللي كنبركوا احنا هما خدامين تيمشيو يقراو، وكنتخالفوا بعضياتنا. العيب الكبير هما الزوجات ديالنا، اللاعبين مازال صغار لان الله الفتره صغيره، انا سنين وانا في هذه الرساله معبره. لا 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 علاش؟ باسكو الناس ما كديرش هادشي، ما كديرش. انا واحد الخطره مع الجنرال حسني بن سليمان تيهضر معايا على الاولاد واسمو، قلت له ودي، قال لي كومون فون لي زونفون اسمو، قلت له وي راه ملي كنمشي للدار ويصال منصف تيقدموا مليت وهذا باباكم متشرفين. كان ما كنتلاقاو، والعيب كله على الزوجات ديالنا كلها، وحتى واحد ما كيهضر على هاد جنود الخفاء. نعم. فاذا كان شي انجاز عند اي واحد هنا في الرياضيين دائما كنلقى مرا وراه، وانا العيب ديال الصحابين الرياضيين على الزوجه ديالي. نعم. وكنشكرها في هذا المنبر هذا. نعم. لان كان فعلا الاخوان باسكو راه حتى كدوي البصري راه حتى هو راه عينو غرغرات، لان علاش حتى الزملاء الاخوان والصحفيين باش كتبيع صحتك وعائلتك، لان ما كتعيش معاهم تيكبروا الاولاد بلا بيك. نعم بالفعل. وهذه كيف ما قلنا راه حتى الزملاء الصحفيين الرياضيين عامه حتى هما كيعيشوا نفس الهاجس. تفضل. تنحيوا بالمناسبه جميع الزوجات ديال اللاعبين واللي مجوج واللي ماشي مجوج بهذه المناسبه هذه. استاذ محمد حيا الزوجه ديالو، ولكن بالمناسبه حتى هي تنحنيو. ما يبقى حتى واحد. تنحيوا باش ما نساو حتى شي واحد. نعم. فكيف ما شفنا غير في هذه القضيه ديال هاد جنود الخفاء اللي شفنا شفنا عائشه، وهذا غادي رجعنا باش نشكروا واحد المرحوم السملالي الله يرحمه، وزير اللي كان وزير الشباب والرياضه سابق، وهو ساهم في وضع مجموعه من الاطور ديال وزاره الشباب والرياضه في نادي الرجاء البيضاوي. يعني هاد المسؤولين الوزاريين كان خصهم دائما يفكروا في هاد الانديه دائما، ويوضعوا باش يسهلوا العبء ديال الموارد البشريه على الانديه، يوضعوا بعض الاطور ديال الشباب والرياضه او ديال وزارات اخرى راهن اشاره الاداره. وهاد السيده راه وحده وربما حتى يعري ولا سيد الطاوي ولا كل الاسماء واللي حاضرين معنا كذلك. لي زارتيست ديال الانجازات احنا طلعنا في الراس الناس، ودابا راه طولنا في عائله كنهضروا احنا بخمسه. لي زارتيست ديال هادو هما هاد الدراري اللي كتشوفوا وراك، وخصهم اسمو تعطيهم الكلمه اللي خصهم يهضروا، لان هاد الجمهور باغي يشوف هاد لي فيديوهات. نعم. احنا ما عندنا ما يدير بينا. نعم بالفعل. صلاح. هاد الاخوان الاداريين بطبيعه الحال فهم كيمثلوا جزء من المنظومه اللي ديال وسط الرجاء الصغيره اللي ساهمت في النجاح ديال هاد ديال النجاح ديال الفريق بهاد اللقبين في هذا الموسم. نعم. بودريقه واش وفيتي لحد الان كسؤال يمكن نكون قبل الاخير، لان الاخير نخليك توجهوا للاعبين ديال فريق الرجاء وكذلك الجمهور. واش بودريقه قبل ما تجي الرجاء وانت اليوم في هذا الاستوديو، واش انت مرتاح لعطائك فريق الرجاء وحققتي كل الاشياء اللي كنتي بغيتي تحققها قبل ما تولي رئيس؟ لا، بالنسبه للاستحقاقات ديال السنه الاولى فالحمد لله فحققنا الهدف اللي هو الفوز بكاس العرش والبطوله. كتبقى الاهداف اللي انا جيت عليها كما قلت لك فاحنا يلاه في البدايه ديالها، اما فيما يخص الانجازات فان شاء الله الوقت كافي ومازال القدام باش نتكلموا على انجازات ونتكلموا ان الرئيس محمد بودرق انه عطى شيء كثير، فاحنا يلاه في البدايه والوقت هو اللي غادي يبين كل شيء.
نعم، غادي نمشيو لهاد الصور الخاصة بعد أهداف فريق رجاء مقرونة كذلك ومعها موسيقى خاصة وإداء من الشاب سونا لجماهير وفريق رجاء الرياضي البيضاوي. يا رجاوي رجاء رجاوي رجاي، يا رجاوي رجاء رجاوي رجاي، يا رجاوي رجاء يا ديما رجاء، يا رجاوي رجاء رجاء رجاء، يا رجاوي رجاء ديما ديما رجاء. كذلك المرحوم الزروالي اللي كان حاضر في هاد الاغنيه ديال الشاب سونا وفي هاد المجمع ديال جماهير او كذلك لاعبي فريق رجاء. الكلمه الاخيره امدو بك رباطي باسم اللاعبين اللي حاضرين واللي اتوا هاد الاستوديو، كنشكرهم على الحضور كلهم، كل مجموعه تقريبا حاضره. شنو يمكن تقول كرساله من هاد اللاعبين لجمهور فريق الرجاء والجمهور المغربي اللي تابع هذا الخاص بوديوم الرجاء؟ تفضل. اولا كما قلت لك كنحيي جميع اللاعبين من بدايه الحلقه ديالك، كنحيي جميع اللاعبين اللي بكل صراحه يستحقوا هاد اللقبين ديال هاد السنه بكل جداره واستحقاق، بان كما قلت لك في الاول قدموا موسم رائع ورائع جدا، بان فرحان لعبت مع هاد اللعابه ونتمنى ان شاء الله المزيد من التالق لجميع اللاعبين والسنه الجايه. الا قلت لك تستحضر شي طريفه من الطرائف اللي وقعت لكم انتم كلاعبين هذا الموسم؟ واخا نخليك الوقت، انا ما نعطي الكلمه سي المصري، سي المصري كلمه اخيره عن تتويج رجاء وبهاد الجوج ديال الالقاب الزواجيه ومسار رجاء، والكلمه كذلك شنو يمكن يكون منا القدام؟ تفضل. ما لنا الا نحيوا فريق الرجاء على هذا الانجاز اللي هو في الحق دائما هو ازدواجيه، ونتمناو ان فريق الرجاء يمثل الكره المغربيه في المونديال ديال الانديه احسن تمثيل، وهذه فرصه باش نهنئ قناه الرياضيه والطاقم ديالها على هذا البرنامج اللي هو في الحقيقه برنامج غير مسبوق. نعم، تفضل سي صلاح الدين. تحيه كريمه للاعبين اللي ساهموا في الانجاز ديال ورسالتك كلاعب دولي سابق كذلك، خصوصا انه ما لعبت بمشاركه. تفضل.
طبيعة الحال فالرسالة ديالي هو أنه حنا كمكتب مسير فكان هناك بعض الأخطاء اللي ما كانش بينا، ولكن لأن ما عندناش تجربة فإن شاء الله غنداركوها إن شاء الله في المواسم القادمة بحكم التجربة. دونك كنهني اللاعبين على هذا الإنجاز اللي داروا هذا الموسم، وكنهدي هذا الإنجاز بطبيعة الحال لجميع مكونات الأسرة الرجوية الصغيرة وكذلك الجمهور الكريم اللي ساندنا، وحنا كنا ثقة وأمل في اللاعبين ديالنا والطاقم التقني ديالنا. نعم سي بودريقة، يمكن تقول كلمة أخيرة لجمهور فريق رجاء وما هو منتظر كذلك بالنسبة وتفحق اللاعبين كذلك اللي حاضرين معنا اليوم؟ أول شيء كنبغي نشكر جميع اللاعبين اللي قاموا بأشياء كبيرة للفريق هذه السنة والمجهودات اللي كانت، رغم أنه كان الضغط عليهم بالمناسبة كنبغي نشكرهم، كنبغي نشكر الطاقم التقني والطاقم الطبي المدرب الفريق، كنبغي نشكر المكتب المسير تا هو ديال الفريق اللي تا هو اشتغل وقام بعمل كبير، كنبغي نشكر الاداريين ديال الفريق كاملين من الناس اللي مكلفين بالحراسه حتى الاخر واحد، كنبغي نشكر الجميع لان هذا عمل ديال سنه كامله الجميع كنشارك فيه، كنبغي نشكر المنخرطين، كنبغي نشكر الجمعيات المحبين، كنبغي نشكر الجميع، كنبغي نشكر كذلك السادة ديال الوليد الأمن ديال مدينة الدار البيضاء اللي توا كان صار معنا طيلة السنة، الوليد مدينة الدار البيضاء، جميع الناس اللي كانوا شاركوا معنا توما، حتى مجلس المدينة ديال الدعم ديالهم لمشروط الفريق، حتى بالنسبة لتخصيص الملعب الصيانة ديالو لكل شيء، كنبغي نشكر الجميع وتسمح إذا نسيت شي واحد، وشكرا ومزيدا التألق للفريق إن شاء الله. نعم سي محمد، وكنظن الشكر الكبير هو لهاد اللاعبين اللي بلاو الولاد الحسن وكانوا في مستوى كبير. دابا فكرت واحد السؤال واخا ما تبغيش تجاوب عليه، الا قلنا لك كاين شي انتدابات جديده شي حاجه في لا ماشي وقتهم، لانه واخا يكونوا كاع ما باش نكون صريح معاك ما نقولش حرجت راسي ماشي لا ما تحرجش راسك، ولكن كما قال الحال الشكر الكبير والشكر للطاقم التقني اللي عمل معايا طيله السنه، وانا كنعرف راسي انسبورتابل لا بالنسبه للاعبين لا بالنسبه للاعبين كتقول هذا لا انا لا تا بالنسبه للطاقم ديالي اللي كنخدم معاه، دونك شويه كنطلع لهم في الراس لان تيرمون جو سوي سور لي بيتي ديتاي. هذا الانجاز كنهديه للجمهور ديالنا العريض اللي كان ورانا باش حنا توجنا وباش وصلنا لهذ الانجازات. الانجاز كنهديه للاعبين القدماء اللي لعبوا لفريق رجاء وعطوا لفريق رجاء الشيء الكثير، والجميع مسؤولين اللي دازوا عن رأس الرجاء ولا سيما الرؤساء اللي كانوا وحرزوا على ألقاب، هذا إنجاز ديالهم تا هما، وكنتمنى من الله أنهم بالتجربة ديالهم وبالحنكة ديالهم وبالإكسبيريونس ديالهم أنهم يدعموا الفريق ويخلوا الفريق في هذه الإنجازات إن شاء الله. ذكرتي رباطي شي ما ذكرت شي حاجة سي يسري، ولكن أهم حاجة هذه السنة هي كنا كندخلوا للملعب 11 ولكن ديما كندخلوا بالروح ديال زكريا الزروالي، فهذه اهم حاجه هذه السنه هذه، وكنحيي جميع اللاعبين اللي واخا كيكون امين ولا ما كانش كيكون التيشيرت ديال زكريا الزروالي، فهذه مبادره يعني احساسها جميع اللاعبين. نعم شكرا لكل الضيوف اللي اتتوا فضاء بوديوم البطل، بوديوم بطل اللي تابع هذا الموسم بطل الموسم فريق رجاء الرياضي البيضاوي اللي كننقوا بدورنا الفوز بالبطوله رقم 11 من شوارو المواد ديال كاس العالم للانديه والمشاركه الثانيه. الشكر لسي محمد بودريقه رئيس فريق رجاء الرياضي البيضاوي، الشكر صلاح الدين بصير الدولي السابق ورئيس اللجنه التنفيذيه او تقنيه والشباب، محمد فاخر مدرب فريق رجاء كنشكروه كذلك على الحضور، سي رباطي عميد فريق الرجاء، وكذلك حسن البصري صحفي بجريدة المساء. في ظل الاحتفالات باللقب كذلك في شوارع مدينة الدار البيضاء وبعض المدن كذلك بالنسبة للجماهير الرجاوية، فجماهير الرجاء كذلك بدورة المعرفة أن هذا الاستوديو مخصص للرجاء والاحتفال باللقب ديالو، فأعطتنا مفاجأة نتعرفوا عليها بعد لحظات. الشكر كذلك لكل الزملاء التقنيين اللي سهروا على هذا البلاطو على رأسهم سمير الرجداني، وكذلك الصحفيين والتقنيين كل من خالد ياسين وسي عبد المجيد بالكابوس يوسف الجماري ورئيس التحرير ومعد هذا العدد كمال الإدريسي. المفاجأة هي مجموعة
دقائق هي اللي لبثوا بها العين الشق واصروا على انهم يدخلوا باش يحتفلوا مع هاد اللاعبين. بدورنا كنهنئوا فريق رجاء مره اخرى وجماهير الرجاء في انتظار بدايه الموسم المقبل. على اسر مراكش يحييكم. في امان الله.